في هدف لشبكه الطرق بعمله. احنا لو شبكه الطرق دي ما حافظناش عليها اثناء عمرها التصميمي اللي هو ما بين 20 25 سنه زي ما احنا مصممين، هتنهار بدري، مش هتوصل للمرحله دي، وبالتالي لن يتحقق الهدف منها نقل البضائع والركاب بطريقه امنه ومريحه اقتصاديا. كان ضروري احنا نتعرف على موضوع الصيانه ونتكلم فيه بشيء من اختصار، وباذن الله نتولى بالتفصيل بعد كده في اي وقت باذن الله. احنا زي ما قلنا كده يا باشمهندس، احنا بننشئ شبكه الطرق حالتها بتبقى ممتازه جدا جدا، توصل ل 95%، مش هقول 100%، سواء اي اندكس بيتم في تقييم بيه الطرق، سواء اذا كان بي سي اي، يعني في ريتنج وفي اندسيز كتير قوي بتستخدم في تقييم الطرق، 100%، 10 من 10، 5 من 5، وات ايفر. الشبكه بتبقى ساعات الافتتاح بتاعها بتبقى ممتازه جدا جدا، وصل لدرجه 95%، 4.5%، 9 من 10، وبيحصل لها تشغيل، حركه مروريه بتتحرك عليها، بيحصل لها ديتريوريشن، بيحصل لها انهيار مع العمر، توصل لمرحله ما انا يلزمني كمهندس طرق، كمهندس صيانه بين قوسين، احافظ على الشبكه وادائها زي ما انا صممتها، زي ما انا نفذتها، وزي ما فتحتها للتشغيل النهارده. عايز احافظ خلال عمرها التصميمي على الحاله التشغيليه، الحاله الوظيفيه اللي انا مصممها علشانها، واللي انا انشاتها من ايه؟ من اجلها. مش عايز الحركه المروريه توصل او الطريق يوصل زي ما احنا شايفين للمرحله اللي الراجل قاعد بيصطاد سمك في حفر، والحفر اتملت ميه والسمك اترعرع فيها، يعني ايه؟ خلاص يعني في كوبريشن كوست. ويمكن المهندس خالد قبل كده نزل فيديو في مشكله بتحصل للسيارات وهي ماشيه في الحفر اثناء الامطار. احنا محتاجين نحافظ على الشبكه بالاداء الاولاني وما نوصلش للمرحله الثانيه. عشان نحافظ على الاداء بالاداء دوت وما نوصلش للمرحله الثانيه دي يا باشمهندسين، هو موضوع الصيانه، هو الموضوع في موضوع الصيانه. قبل ما نخش في موضوع الصيانه، في عندنا شويه يعني مصطلحات يجب ان نحرر الالفاظ. في حاجه اسمها البيفمنت مانجمنت، بيفمنت مانجمنت او بعض المراجع بتسميها الهاي واي مانجمنت. الهاي واي مانجمنت اللي هو اداره الطرق، لكن في حاجه اسمها بيفمنت مينتنس مانجمنت، اداره الصيانه. اداره الطرق تعني الداتا كولكشن بتاعه الطرق، تعني البلاننج بتاعه المدن الجديده، تخطيط المدن، الطرق اللي داخل المدن، دي ارتيريالز، ده كولكتورز، ده فري واي، ده هاي واي، ده ستريت، ده لوكال روتس، ده ايربان روتس، ده رورال روتس. تعني ديزاين، سواء ده كان جيومتريك ديزاين او ستراكشر ديزاين. البيفمنت مانجمنت تعني الكونستراكشن واداره الكونستراكشن، تعني الاوبريشن، تشغيل وحركه مروريه والفوليوم والسبيد والدنستي، تعني المينتنس، تعني داتا كولكشن. دي منظومه اسمها البيفمنت مانجمنت او الهاي واي مانجمنت، بعض المراجع بتسميها الهاي واي مانجمنت وبعضها بتسميها البيفمنت مانجمنت. لكن البيفمنت مينتنس مانجمنت، اداره الصيانه تحديدا، ده جزء مديول من السته مديولز اللي فاتوا. عندي مديول اسمه البلاننج، اسمه الديزاين، اسمه الكونستراكشن، اسمه الاوبريشن، اسمه المينتنس. المينتنس ده هو البيفمنت مينتنس مانجمنت او البي ام ام اس او البي ام ام. هو معني بداتا ريكويرمنت، مينتنس ديسيشن تري، قرارات الصيانه، وهناخد بالتفصيل ان شاء الله باذن الله. بريزنت اند فيوتشر داتا، حاله الطريق النهارده ايه؟ حالتها بعد 5 سنين، بعد 10 سنين، انا بعمل حط خطه خمسيه، خطه عشريه عشان خاطر اشوف مزايا الصيانه تبقى قد ايه بعد 10 سنين. يجب ان اتوقع بحاله الطرق بعد 10 سنين، ده كله خاص بالايه؟ بحاجه اسمها البيفمنت مينتنس مانجمنت، اداره الصيانه. طيب ده المديولز بتاعت البيفمنت مانجمنت. عندي انا البلاننج، وبعد البلاننج بعمل ديزاين، بعمل ديزاين، بعمل كونستراكشن، وبعدين بعمل اوبريشن، وبعدين مينتنس، وبعدين داتا كولكشن. دي الهاي واي مانجمنت او البيفمنت مانجمنت او البي ام. لكن المينتنس يا باشمهندسين، انا خلاص انا شغلت، عملت طريق، انشات شبكه امبارح، خلصتها، بدات الشبكه تشتغل معايا، الحركه المروريه تبدا تتحرك وتيجي. في حاجه اسمها اللايف سايكل كوست او ال سي سي بتاعت البيفمنت، بيفمنت لايف سايكل كوست. في علاقه مباشره جدا 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 ما بين الفيكل اوبريشن كوست او التشغيل الطرق والمينتنس. انت عامل مينتنس للطريق، الطريق هيشتغل باداء كويس، هيبقى الاوبريشن كوست بتاعتك بتقل، هيبقى وبالتالي في علاقه وثيقه ما بين المينتنس والاوبريشن. التشارت ده بوضحها لي. انا لما اجي اتكلم على الموضوع المينتنس يا باشمهندسين، انا بتكلم على مينتنس لصيانه الشبكه اثناء تشغيلها. ما هو انا مش عامل مينتنس والشبكه مقفوله، انا مش قافل الطريق من اوله ومن اخره وبتصين، لا، ده انا عندي حركه مروريه شغاله حتى اثناء الصيانه، انا بشغل الطريق بتاعي. طيب التشغيل بتاع الطريق ياخد كام من السايكل بتاعه الطريق؟ ما
من اللايف سايكل كوست بتاعت الطريق. لا ده بياخد مسافه كبيره. اذا كنت انا بعمل ديزاين للطريق في خلال شهر شهرين ثلاثه سنه، بيوصل حوالي 2% من عمر الطريق. بعمل كونستراكشن في خلال سنه سنتين يوصل ل 8% من عمر الطريق. لكن بشغل الطريق 18 سنه يا باشمهندسين، 20 سنه بشغل الطريق. فعمليه التشغيل بتاعه البيفمنت 20 سنه او 25 سنه انا مصمم عليها، وبالتالي بتمثل حوالي 90% من عمر الطريق. 90% دي انا محتاج احافظ على اداء البيفمنت اثناء 90% اداء كويس عشان يؤدي رسالته اللي هي نقل البضائع والركاب بطريقه امنه ومريحه واقتصاديه زي ما احنا قلنا في الايه في الاول. يبقى انا عمر الطريق اللي هو مرتبط بالتشغيل الطريق مرتبط بالصيانه، فالصيانه تمثل من اللايف سايكل كوست بتاع الطريق حوالي 90% من عمر الطريق. 90% من ايه؟ من لو احنا حتى لو اتكلمنا عن الكوست برضه هنلاقي حوالي 70 80% من كوست تكلفه الصيانه. وبالتالي الصيانه تمثل عامل مهم جدا جدا وانا شغال معاه في الايه؟ في البيب. انا قبل ما اخش في موضوع الصيانه وتفاصيل الصيانه، ايه هي انواع الصيانه يا باشمهندس؟ الصيانه لها انواع كثيره، ويمكن المراجع اتكلمت عن انواع كثيره قوي، مينور ميجور بريفنتيف روتين مينتنس. ليه عندي يعني اتفقوا او عندنا اربع انواع من انواع الصيانه، ده العام. اول نوع طبعا انا دلوقتي لو برسم البرفورمانس كيرف بتاع البيفمنت اهوت، انا عندي هنا البيفمنت كونديشن اي ان كونديشن بقى زي ما قلنا قبل كده البي سي اي 100% ده ريتنج، وهنبقى ناخده ان شاء الله بالتفصيل. عندي حاجه اسمها البي ار اي البيفمنت ريتنج اندكس، عندي حاجه اسمها البي اس اي واحنا كنا شفناها واحنا بنصمم في الاشتو، البي اس اي 5 من 5 وات ايفر اللي عندي الريتنج كام، والايج انا مصمم على 25 سنه. البرفورمانس بتاع البيفمنت اي باشمهندسين الكيرف الاحمر دوت هو ده البرفورمانس، ده انهيار الطريق او ده اداء الطريق، مش انهيار الطريق، اداء الطريق. اداء الطريق الطريق هو شغال، لو ما حصلتش صيانه يا باشمهندسين مش هيكمل معاك عمر الطريق، مش هيوصل معاك ل 25 سنه، هينهار بدري. وده اللي بيحصل عندنا بعض الدول، بيوصل لحد 10 سنين وتلاقي الطريق انهار، 15 سنه وطريق انهار، واحيانا السنه سنتين تلاقي الطريق انهار. ليه؟ احنا ما عملناش انواع الصيانات. ايه هي انواع الصيانات؟ عندي اربع انواع من الصيانات يا باشمهندسين، اربعه. ده المتفق عليه الى حد ما، في تفصيل في يعني في دمج، لكن هم اربع انواع. الروتين مينتنس، وانا عندي مش هقول اسماء دول ولا اسماء شركات يا باشمهندسين. عندي الروتين مينتنس دي الصيانه الروتينيه، الصيانه الروتينيه يا باشمهندسين دي حضرتك انت لو بتشتغل الطريق ونفذت طريق وسلمت الطريق تسليم ابتدائي، احنا رحنا كاستشاري خدنا استلمنا الطريق بتاعك، استلمنا الاي ار اي، استلمنا بعض الحاجات في الطريق، ده كله اسمه استلام ابتدائي. في فتره ضمان للطريق سنتين ثلاث سنين على حسب ما الاستشاري ولجنه اللي استلمت استلام ابتدائي هتقول لك كام. اثناء الضمان ده انت محتاج تصين الطريق، اسمها روتين مينتنس يا باشمهندس، روتين مينتنس، صيانه روتينيه. عندك حفره اتحفرت، انت لسه ما استلمتش الطريق استلام نهائي، حتى ولو سلمت الطريق تسليم نهائي والطريق يبدا يشتغل، برضه الطريق حالته بيرفكت 100% او 90% او 80% 85%. طيب محتاج منك ايه؟ والله كل ما الحفره تتحفر نتيجه لحادثه ما املاها الحفره، في شرخ موجود املى الشرخ، في مش عارف ايه موجود، يبقى دي اسمه روتين مينتنس باشمهندس. في شركات موجوده برضه مش هقول اسمها الدول، في دول يعني من الدول العربيه، بمجرد طريق ما يتم التسليم وتسليم النهائي لان هو اثناء الضمان موجود تبع المقاول، والمقاول هو بيعمل له روتين مينتنس، حتى عندنا في مصر بيعملوا كده روتين مينتنس، بعد كده بيستلم تسليم النهائي، تروح الشركه الجهه المالكه للطريق منزلاه مشروع اسمه روتين مينتنس، صيانه روتينيه، وتيجي شركه من الشركات تصين الطريق صيانه روتينيه خلال فتره معينه، بتوصل من كام؟ من حوالي من سنه لاربع سنين، يعني بعد التسليم النهائي سنه سنتين ثلاثه، دي اسمه روتين مينتنس باشمهندس. دي اول نوع من النوع، دي صيانه روتينيه طبيعيه، شرخ عمل لازم املاه. ليه؟ انا لو سبت الشروخ سبت الحفر جت الامطار جت الميه هتنزل للقطاع الانشائي بتاعي تحت، هيحصل فيه ديتريوريشن، هيبقى فيه انهيار رهيب في الطريق. لو انا ما صينتش الحفر ما صينتش الشروخ الطريق مش هيكمل معاك سنتين ثلاثه اربعه. ده الروتين. طيب احنا اتاخرنا في الروتين او بعد الروتين طبيعي تلقائي زي المولود طفل وبعد الطفل يبقى شاب. فبعد ايه اللي هيحصل؟ الطريق هيقدم شويه، هيبقى حاجه اسمها بريفنتيف مينتنس او الصيانه الوقائيه. الصيانه الوقائيه دي صيانه احسن، اقوى شويه، اغلى شويه من الصيانه الروتينيه، مهمه شويه،
بتحسن حد الطريق معايا مطلوبه من 3 سنين ل7 سنين يا باشمهندسين، اباوت انا بتكلم على اي عمر رينج يعني، مش طبعا مش عمر بالظبط يعني، يبقى من زيرو لحد 4 سنين، من زيرو 3 سنين 4 سنين، من 3 سنين 4 سنين ل7 سنين، ده بريفنتيف مينتنس، سنه وقائيه. عندنا احنا بنقول الوقايه خير من العلاج. انا هضرب مثال بس مهم شويه يا باشمهندسين. انا عندي اسنانك يعني، واحد منا عزكم الله، انت ممكن عندك اسنانك بتغسلها كل يوم بالفرشه، ده اسمه روتين، انت بتعمل صيانه روتينيه لاسنانك كل يوم. ليه؟ انت لو ما غسلتش سنانك النهارده وبكره وبعده وبعده وبعده، في حاجه اسمها جير بتكون على السنان، الجير ده هتعوز تشيله بتكلفه اغلى شويه من الروتين. الروتين كانت معجون وفرشه، لكن بريفنتيف مينتنس او الجير لما يتشال، الجير هتشال عند دكتور برقم غير ايه، غير الفرشه والمعجون، ده اسمه بريفنتيف. لكن كده برضو لسه ما زلت ايه بحافظ على السنان، لكن لو ما عملتش بريفنتيف مينتنس ايه اللي يحصل؟ هبدا يحصل فيه تسوس، بعمل حاجه اسمها ريهابيليتيشن او اصلاح، هروح احشي الضرس بقى، هقشي اسناني او هموت العصب، اسمها ريهابيليتيشن. طيب لو ما عملتش ريهابيليتيشن وسبت الطريق وسبت الاسنان بدات تبوظ، هبدا اخلع الضرس، اخلع الضرس. نفس الموضوع يا باشمهندسين، عندي روتين مينتنس في ايرج معين لعمر الطريق من زيرو لثلاث سنين، من او زيرو 4 سنين او زيرو 5 سنين، من 4 سنين ل3 سنين، 4 سنين ل7 سنين، 8 سنين، في حاجه اسمها بريفنتيف مينتنس، صيانه وقائيه بتحسن حد الطريق، تكلفه قليله، اغلى شويه من الروتين لكن برضه ما زالت تكلفه قليله. لو اتاخرنا عنها شويه وما اديناهاش بكفاءه، هيحصل في حاجه اسمها ريهابيليتيشن، علاج، اعاده اصلاح، دي شويه اشد شويه من البريفنتيف، لكن ما زالت برضو اقل في التكلفه واقل في كل حاجه من الايه؟ ريكونستراكشن. لو اتاخرت عنها هوصل لحاجه اسمها ريكونستراكشن، هشيل الطريق واعمله من جديد، ودي اسوء انواع الصيانه يا باشمهندسين، ودي يعني حاجه مور كوست، ويعني ايه بتقفل الطريق طبعا، وتبقى في ازعاج بالنسبه لك انت كحركه مروريه ومنها الطريق. يبقى دي انواع 4 انواع، روتين مينتنس، بريفنتيف مينتنس، ريهابيليتيشن، ريكونستراكشن، صيانه روتينيه، صيانه وقائيه، اعاده علاج او اعاده اصلاح، ثم اعاده انشاء. دي انواع 4 انواع الصيانه. طيب انا عندي هوريكم بعض الصور يا باشمهندسين تقول لك هي دي حاله الطريق ومحتاج ايه. الصوره الاولانيه دي بتقول لي الطريق، ما هو لسه انا الطريق مفتتح امبارح، الاندكس بتاعي سواء اندكس بقى سواء بي سي اي او اي اندسيز هنشتغل عليه، بس يعني ما تشغلش بقى دلوقتي، لان ممكن يكون الدول العربيه كلها او الناس كلها مش شغاله على اندكس واحد. مصر شغاله على بي سي اي، السعوديه شغاله على دي دي اي، مش عارف السعوديه شغاله اكتر من اندكس، مش عارف قطر شغاله على ايه، الامارات شغاله على ايه. يبقى ايه الدول سواء اي اندكس عندك، او والله الطريق دوت حالته بيرفكت لسه مفتتح امبارح للتشغيل، فدو ناثينج، مش محتاج اي صيانه، دو ناثينج قرار صيانه معتبر، احنا بنعتبر ان قرار محترم عند الطريق مش محتاج حاجه. مع الوقت والحركه والعمر يحصل فيه شروخ، تظل لك شروخ، سواء اذا كنت ده وانت كان عندك مشاكل في التنفيذ، انت ما استخدمتش وانت شغال هناك الهراس الكاوتش، انا اسف اللفظ بقى معلش هرجع ورا شويه الصيانه، ما استخدمتش هراسات كاوتش، وكان عندك شويه هواء في الخلطه طلع منك بسرعه وانت بتستخدم الهزاز في الدمك، فما جتش الكاوتش ما دخلش عندك، عمل لك تقفيل للشروخ دي، فالشروخ ظهرت لك بعد سنه او بعد كام شهر، فيحصل فيه شروخ، فيبقى ايه محتاج انك ايه تعمل حاجه اسمها روتين مينتنس، محتاج انك تملى الشروخ دي اسفلت قبل المطر ما يجي، المطر لو جه هيعدي منها للقطاع الانشائي بتاعك وخلاص هيضرب معاك قطاع انشائي. يبقى دي ايه، دي اسمها روتين مينتنس، في بعض الشروخ موجوده بالسطحية. طيب لو سيبنا الطريق شويه، بريفنتيف مينتنس بقى النوع الصيانه اللي بعد كده. البريفنتيف مينتنس محتاج بقى ايه، ده مش شرخ يتملى اسفلت، لا ده شرخ، لازم في حاجه اسمها شرخ ميت وشرخ حي، ديد كراك ولايف كراكس. يمكن في الروتين مينتنس لايف كراكس الشرخ لسه شغال بتبدا، لكن في البريفنتيف مينتنس الديد كراكس، الكراكس استقرت خلاص، فمحتاج ان انا ايه افحرها واجيب معده الكراكس وانضفها واعصينها، هنتكلم بقى بالتفصيل. الريهابيليتيشن بقى سطح الطريق وصل لمرحله من الكراكس زي ما انت شايف كده يا باشمهندس اهو، دي 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 محتاج ريهابيليتيشن، او انك محتاج ايه، محتاج ريكونستراكشن، انت شايف شكل الطريق عامل ازاي، انت محتاج تنسف حمامك القديم زي ما بيقولوا، او تشيل الطريق كله وتعمل طريق من ايه، من جديد. ده صور توضح لك الفرق ما بين الروتين والبريفنتيف والريهابيليتيشن والريكونستراكشن مينتنس. طيب اداره الصيانه، نبدا بقى نتكلم عن اداره الصيانه يا باشمهندس. يبقى احنا دلوقتي 4 انواع من انواع الصيانه، وشفنا الصور توضح لك الفرق ما بين كل انواع من انواع الصيانه. اداره الصيانه اللي هي البيفمنت مانجمنت مينتنس، بيفمنت مينتنس مانجمنت او بي ام ام،
إدارة الصيانة عموما بغض النظر عن سيستمز أو زوز سيستمز. أنت عشان تصين عشان تحسن أداء الشبكة يا إما بتجاوب عدد أسئلة يا إما بيسموها 3R أو 3W. يعني إيه؟ إدارة صيانة، بيفمنت مينتنس مانجمنت، يعني أحدد الرايت تايم إمتى أصين، مهم أو أبدأ أحدد الوقت، لأن أنا إمتى أشيل الجير، لأن أنا لو سبت الجير على أسناني هيبدأ يحصل فيه تسوس. تسوس إمتى؟ الوقت ده مناسب جدا، لو تأخر شوية السوس ماسك الضرس، ولو بدري شوية هيتكون لسه جير. يبقى أنا أحدد الرايت تايم أو بيسموه وين. السؤال الثاني رايت تريتمنت، إمتى أصين بإيه بالظبط؟ ما انا ممكن اروح جاي على الطرق كلها وبعد دول عربيه تمام كده واقشط واحط طريق من جديد. طب ما دي تكلفه المهندس يا باشمهندسين مريحه واقتصاديه وايه وامنه اقتصاديا. ممكن اعمل ريكونستراكشن لكل الطريق، كل الطرق، اعمل لها مايلنج اند ريبيف او قشط وتغطيه. دي لا، انا محتاج احدد رايت تريتمنت بالظبط المناسبه للطريق والمحتاجه للطريق باقل كوست. ثم رايت بيفمنت، فين؟ مش كل مره هصين طريق المطار، مش كل مره هصين الطريق اللي ماشي قدام المحافظه او قدام مجلس الوزراء او فين؟ عشان انا عايز اصين الطريق اللي ارفع بيه حد الشبكه. يبقى اداره الصيانه بتجاوب على ثلاث اسئله دول: وين، وات، وير، او رايت تايم، رايت تريتمنت، رايت بيفمنت. نبدا نمسك كل واحد منهم بتشم التفصيل، مش التفصيل يعني مش الممل، يعني التفصيل ان شاء الله السريع باذن الله. رايت تريتمنت، رايت تايم، امتى اصين، وين، او امتى، ايه هو الكريتيكال تايم اللي لو اتاخرت عنه شويه الصيانه هتبدا تبقى مور كوست، ولو بدري عنه شويه مش مشكله. يعني انا كان ممكن الطريق يستحمل معايا وازود عمره بدل ما اقلله سنه ولا ست شهور، انا ممكن اسيبه يعيش معايا ست شهور او سنه. ايه هو الرايت تايم؟ البنك الدولي، او خلينا نشوف دي الاول. البنك الدولي يا باشمهندسين عمل دراسه جميله. طبعا البنك الدولي كان هو معني بدعم المشاريع اللي حاجه كده في الدول الافريقيه بالذات، عمل دراسه في اكثر من دوله. طبعا انت عندك ادي البرفورمانس كيرف بتاع البيمنت، ادي طبعا طريق وقت بدايته ده بي سي اي او وات ايفر الاندكس، يعني اعلى حاجه 100% 10 من 10 5 من 5. ادي صوره البيمنت اهوت. اثناء ما هو شغال بيحصل فيه شروخ و و و، فالى حد ما ادي شروخات، ده البريفنتيف محتاجين كانوا واقعيه فيها. ولو سبناه ينهار ادي انت شايف حاجه اسمها الليجيتور كراكس، شروخ تمساحيه انت ما تشوفها في الطريق. لو انت شفتها عندك في الطريق شبكه الطرق بتاعتك قول يا رحمن يا رحيم على الطريق، الطريق ده المفروض يدفن ويتحط في القبر خلاص، ما عادش ينفع، لازم نجيب طريق جديد خلاص كده. البنك الدولي عمل دراسه يا باشمهندسين، عمل دراسه في افريقيا، عمل دراسه في السعوديه، عمل دراسه في مصر، عمل دراسه في امريكا في الثمانينات عموما الدراسات دي كلها او في التسعينات. قال لك ايه البنك الدولي؟ قال لك انا هنا لو صينت هنا اللي هو صيانه وقائيه اللي هي الوقايه خير من العلاج، اللي هي اشيل الجير عشان الضرس ما يسودش، اللي هي لو انا عملت صيانه هنا وتكلفت دولار، لو سبتها لحد عمره متاخر من الطريق هيكلف من 4 ل 5 دولار. دي دراسه اجمالا البنك الدولي عملها في افريقيا. هو حسب في افريقيا، قال طرق افريقيا محتاجه ساعتها كان بيقول في الثمانينات 90 مليار دولار، في حين ان لو صيانه شبكه الطرق في موعدها المناسب اللي هو كريتيكال تايم دوت اللي احنا بندور عليه مع بعض دلوقتي اللي هو وين، لو صيناها في الوقت المناسب هيكلفني من 10 ل 9 مليار دولار. 9 10 مليار من 90 مليار يعني العشر. يعني الدولار لو اتصرف في مكان في الوقت المناسب هيوفر 10 اضعاف لو صرفناها بعد كده في وقت مناسب غير وقت مناسب. عمل دراسه في امريكا قال لو صرفنا دولار في الوقت المناسب هيوفر لي 4 دولار في الوقت الغير مناسب. عمل دراسه في مصر في 87 قال لو صرفت جنيه في الوقت المناسب هوفر 7 جنيه في الوقت الغير مناسب. عمل دراسه في السعوديه قال لو صرفت ريال في الوقت المناسب هوفر 4 ريال في الوقت الغير مناسب. يبقى عموما لو انا صيانت في الوقت المناسب اللي هو كريتيكال تايم اللي هو رايت تايم اللي هو وين، هوفر من 4 ل 7 اضعاف التكلفه. ده اول حاجه. يبقى لو صيانت في الوقت المناسب اللي هو اللي هو اللي هو الرايت تايم اللي هو اللي بنسموه احنا بنسميه البريفنتيف مينتنس، لو صيانته في وقت مناسب هوفر اقل حاجه 7 اضعاف. البنك الدولي قال 10 اضعاف. طيب دي حاجه، دي اول حاجه. يبقى احنا كده هنوفر تكلفه لو صيانته في وقت مناسب، هنوفر تكلفه. طيب ماشي، وبعدين يا دكتور عايزين نعرف ايه وقت ايه هو الكريتيكال تايم ده بالظبط، يجيبه ازاي؟
ده بس استنى بس يا عم يا باشمهندس، ما تزعلش عليا بس الاول. انا قبل ما احدد لك الوقت المناسب بقول لك ده في حاجه كمان لسه، ده انا مش هوفر بس 7 اضعاف تكلفه بس، ده انا لو صينت في الوقت المناسب هنا في طبعا هنا ده روتين مينتنس في اول عمر الطريق وده بريفنتيف مينتنس. لو انا سبت الطريق من غير صيانه يا باشمهندسين قال ديتريوريشن الطريق بينهار بالطريقه دي كده، انا مصمم على 25 سنه هينهار عند 16 سنه، ده ان وصل 16 سنه تمام كده. طيب امال اعمل ايه؟ ده انا محتاج اصينه في الوقت المناسب. ده بقول الوقت المناسب، انا قبل ما اقول لك الوقت المناسب بقول لك يا باشمهندس كمان، انت لو صينت في الوقت المناسب ده هو كريتيكال تايم اللي هو هنا اللي هو هندور عليه دلوقتي في البريفنتيف مينتنس، لو صينا هنا مش هنوفر بس 7 اضعاف التكلفه بس، اهو الدولار هنا بيوفر 7 دولار هنا، لا ده مش تكلفه بس، ده في حاجه ثانيه. ده انا لو صينت هنا هرجع البرفورمانس ثاني لاحسن حاله له، يبقى ثاني حاجه يبقى بوفر 7 اضعاف التكلفه على حد ادنى، برجع حاله البيفمنت الحاله الانشائيه بتاعته الاصليه اللي انا شغال عليها، بحافظ على على الحاله التشغيليه جيده جدا زي ما كنت عايز بطريقه امنه ومريحه واقتصاديه. ثاني حاجه بمد عمر الطريق للعمر التصميمي، انا كنت الاول لو انتم شايفين هنا باشمهندسين هنا هينتهي عمره عند 15 سنه، لو انا صينت في الوقت المناسب ده عمره هيوصل لحد 25 سنه العمر اللي انا مصمم عليه. انا طبعا مش ممكن هيزيد عمره التصميم، انا مصمم على 25 سنه او 20 سنه هيوصل عمر التصميم اللي انا مصمم عليه. يبقى لو انا صينت في الوقت المناسب هوفر 7 اضعاف 10 اضعاف التكلفه، هرجع حد البيفمنت لحالته الاصليه، هزود عمر الطريق خليه يوصل لعمر اللي انا مصمم عليه من ايه؟ من بدايته. طيب يعني امتى يعني اصين؟ يعني امتى الكريتيكال تايم بتاعي؟ بيقول لك والله يا باشمهندس الناس بتوع الطرق بتوع الصيانه قالوا لنا يا جماعه انتوا عايزين تحددوا الكريتيكال تايم؟ قال لك اه. قال خلاص يا باشمهندسين ارسموا لنا كيرف البرفورمانس اللي هو هو ده، ده كيرف البرفورمانس بتاع الطريق اللي هو البي سي اي، ده احنا هنا معتبرين البي سي اي او بي دي اي او بي ار اي او وارسم لي كيرف الكوست، المنطقه اللي بتقطع فيها كيرف الكوست مع كيرف البرفورمانس هو ده كريتيكال تايم، هو ده كريتيكال بوينت، هو ده الايه الوقت المناسب جدا جدا لاجراء الصيانه الروتينيه علشان اوفر اضعاف التكلفه، علشان ازود عمر الطريق، عشان احسن الاداء بتاع الايه او احسن البرفورمانس بتاع الطريق. طيب ما انت عشان تحسب البرفورمانس الكريتيكال تايم او كريتيكال بوينت يلزمك البرفورمانس بتاع الطريق ويلزمك الكوست بتاع الطريق، وانا ما عنديش اي داتا هيستوري عندي، انا مثلا في دوله زي مصر عندي ما عنديش هيستوري للطرق عشان احسب منها حاجه زي كده، اعمل ايه انا دلوقتي؟ ده مش هينفع لامريكا وينفع السعوديه اللي فيها سيستمز واحنا مع نوع كده هنتفرج على بعض؟ لا، الناس بتوع الطرق وفي ناس طبعا في مصريين كانوا موجودين في امريكا برضه مش هذكر اسماء الاساتذه، انا اساتذتنا كلهم عملوا كتبوا كتاب، وفي الدكتور محمد شاهين تحديدا اللي هو له كتاب في الصيانه، قال يا جماعه اللي ما عندكوش سيستمز وما عندكوش داتا هيستوري وما عندكوش داتا بيز للطرق بتاعتكم ما تشغلش بالك قوي بانك ترسم كيرف البرفورمانس وكيرف الكوست، لكن انت اعمل لي ايه؟ هات لي الكريتيكال تايم بتاعك عايز تحدده بالظبط يا باشمهندس، اه هات لي ارسم لي البرفورمانس دوت واحسب لي الكريتيكال تايم بتاعك هيبقى عند حاجه اسمها البي سي اي، هو طبعا معتمد البي سي اي عنده لان كاليفورنيا اعتمدت طريقه البي سي اي، وامريكا معتمد طريقه البي سي اي باستثناء بعض الولايات اللي غيرت، لكن اول طريقه اتعملت في السبعينات كانت البي سي اي، والبيفر اعتمدها وخاص والاشتو اعتمدها ومعتمده من ساعتها. فهم حددوا بناء على البي سي اي دوت على الاندكس اللي هو البي سي اي بيفن كونديشن اندكس، قال لك لو حاله الطريق 55 ل 70% صين في الوقت دوت، هو ده الكريتيكال تايم بتاعك، ما تشغلش بالك بداتا هيستوري، عندك داتا هيستوري احسن احسن حاجه افضل، عندك داتا بيز للطرق ممتازه هتعمل لي البرفورمانس مع الكوست وتجيب لي الكريتيكال تايم وده الوقت المناسب للصيانه عندك، لكن ما عندكش داتا هيستوري خلاص انت احسب حاله الطريق بتاعك، انزل كل سنه قيس الكونديشن بتاع البيفمنت شوفه عامل ازاي بالاندكس دوت من 55 ل 70 هو ده الوقت المناسب للصيانه، ما يتاخرش عن 55 وقبل ال 70 ما يستعجلش على الطريق، سيب الطريق شغال شويه معاك يقدم معاك شويه اهو ايه اهو شغال. يبقى السؤال الاولاني كريتيكال تايم وين اصين؟ لما تكون حاله الطريق من 55 بي سي اي ل 70 بي سي اي، الحاله دي هي الوقت المناسب للصيانه اللي هتوفر لك 7 اضعاف ل 10 اضعاف التكلفه، اللي هتزود لك عمر الطريق، اللي هتحسن لك الاداء البرفورمانس بتاع الطريق. انا مش هنسين ده كتاب الدكتور محمد شاهين هو عامله هناك في كاليفورنيا وعامله. طيب ده اول سؤال، يبقى اول سؤال امتى اصين؟ اصين عند 55 بي سي اي 70 بي سي اي. طيب السؤال الثاني راي تريتمنت،
فين العصيان؟ مشوانسين من غير ما يعني من غير ما نجامل بعض، احنا من ده بنشوف بعض دول عربيه كل اللي موضوع الصيانه اللي عندها قشط وتغطيه، مايلنج اند ريبيف، اقشط وغطي على دماغ من فوق، قرار معتبر جدا 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 في الصيانه اسمه قشط وتغطيه، مايلنج اند ريبيف، قشط وتغطيه. طيب بس هذا هو قرار الصيانه الوحيد؟ طب ما هو ده مكلف، القشط بسعر والتغطيه بسعر. طيب في غيره، قرار غيره؟ اه انا عندي ده، انا عندي في مصر بس ممكن في 12 قرار ينفعوا، السعوديه فيها حوالي 20 30 قرار، امريكا فيها على حسب المعدات اللي عندك وحسب الماتيريالز اللي انت شغال بيها. وبالتالي انا عندي لما اجي احدد الراي تريتمنت يا باشمهندسين، انا بضرب مثال جميل قوي الموضوع دوت، انا لما يجي لي ثلاثه مهندسين، واحد ثلاثه مصدعين كلهم مصدعين، ده مليان شويه عنده صداع، ده رفيع شويه وعنده صداع، وده لابس نظاره وعنده صداع، مش يستحيل انا كطبيب ماهر اصرف بنادول للناس كلها او بنادول اكسترا، لا ما ينفعش. ليه؟ الصداع هنا بسبب ايه؟ انا واحد تخين، صداع عندي بسبب ايه؟ اه عندي الضغط مرتفع عمل صداع، ابو نضار عنده نظر ضعيف عنده عمل صداع، الرفيع عنده جيوب انفيه عنده برد عمل صداع. وبالتالي انا محتاج ان انا اشخص عشان اوصف علاج صح، مش كل حاجه قشطه تغطيه، مش كل حاجه بنادول اكسترا، لازم اشوف ايه هو موضوع العلاج، ايه هو موضوع المرض اللي عندي، ايه اسبابه، اعمل اشعه، اعمل تحليل دم، اعمل رسم قلب، اعمل بحيث احط الصوره قدامي، اقدر والله اخد قرار صيانه مناسب. هو ده اللي اصرف عليه التكلفه، هو ده اللي اصرف عليه، مش كل حاجه قشطه تغطيه. لان لو انا عندي اوفر لود وانا بصين الطريق بتاعي والطريق ماشي عليه احمال زياده، اشط النهارده بكره هيحصل فيه مشاكل تاني. الاوفر لود زي ما هي، القطاع الانشائي ما اتغيرش، انا اشطت 5 سم وحطيت 5 سم. ايه اللي حصل في القطاع الانشائي؟ ده انا عندي اوفر لود، المفروض القطاع الانشائي بتاعي يزيد، وبالتالي انا محتاج يا باشمهندسين ايه؟ محتاج ان انا اعمل رايت تريتمنت. يعني ايه رايت تريتمنت؟ اه وات ايه 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 الصيانه صيانها؟ وات زي ما بنفحص، زي ما دي الدكتوره دي الدكتوره اللي قدامكم كده يا باشمهندسين، معاها سماعه ومعاها تقارير اشعه جايباها من تحليل دم، رسم قلب، وايه تاني؟ ومش عارف اي حاجه، اي تقرير اشعه، اي تقرير ادويه، اشعه ورسم قلب وتحليل دم، اه اشعه ورسم قلب وتحليل دم. طيب انا نفس الكلام عندي يا باشمهندسين، عندي مبدئيا اقل حاجه ثلاث معدات بيدس الطب، اربع معدات. يعني دلوقتي الان في معده دخلت كده، عندي في حاجه اسمها فحص بصري اللي هو بالسماعه، اه انا امسك السماعه واقول، بس قبل ما امسك السماعه وابدا اقيس واحط السماعه فوق وتحت واشوف انت بتكح ولا ما بتكحش، عندي حاجه اسمها الاي ار اي، الخشونه بتاعت الدفنت عامله ازاي، الانترناشونال رافلنت اندكس، دي معده ل 50، ادي معده اللي هي معده اللي في نص دي بتقيس الخشونه الاي ار اي، لازم يجي لي تقرير زي رسم القلب كده يا باشمهندسين، اي الخشونه عامله ايه بتاعت سطح البيفمنت، يبقى انا عندي تقرير خشونه. عندي حاجه اسمها السكيدنج او الفريكشن ما بين البيفمنت والاسفلت، ما بين البيفمنت والكاوتش بتاع التاير بتاع السيارات، تقرير البيفمنت، تقرير السكيدنج بيقول لي ايه، او الفريكشن بيقول لي ايه، او الاي اف اي بيقول لي ايه، الانترناشونال فريكشن اندكس بيقول لي ايه. عندي حاجه اسمها الفيلنج والديفلكتوميتر، عندي القطاع الانشائي بيعمل ايه، عامل ازاي، عندي في جهاز اسمه الاف دبليو دي او الاتش اف دبليو دي على حسب انا شغال في مطار ولا في طريق. يبقى عندي ثلاث اشعه، ثلاث معدات، تقرير اي ار اي، تقرير اي اف اي، تقرير اف دبليو دي او الاف الاتش اف دبليو دي. الثلاث تقارير دوري امسكهم معايا مع السماعه بتاعتي مع الفحص البصري اللي انا بطلع بيه على الطريق، ابص بعيني على الطريق وانا ماشي، اقدر احكم اطلع قرار صيانه صح. مش كل حاجه قش تغطيه، مش كل حاجه بنادول، مش احنا قاعدين مهندسين وعندنا ميزانيات وبنعمل اوبتمايزيشن لميزانيات البلاد وبنعمل الكلام ده كله، واجي اصرف افر الميزانيه اللي عندي على 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 قش تغطيه عشان خاطر انا عندي معده عايز اشغلها. حرام حرام حرام، ميزانيه الدول بتروح في حاجات غير مناسبه، ممكن انا اوفرها، وممكن انا بدل ما اعمل قش تغطيه في طريق اعمل بيها كم نوع من انواع العلاجات في اكثر من خمس ست سبع طرق، ارفع بيها حاله الشبكه، وانا كمهندس صيانه معني بهذا الايه؟ بهذا الامر يا باشمهندس. يبقى بيفن ايفاليويشن بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي فحص بصري بالسماعه، ثلاث معدات. حاليا ويمكن السعوديه سابقه في المواضيع دي يا باشمهندس، حاليا الفحص العيوب نفسه عاد بمعده، ما عادش بيحتاج للفحص البصري اللي بتاع دلوقتي، عاد معده بتمشي بالانفراريد للنهار، بتقيس لك تشوف لك الشيوخ اللي عندك ايه او العيب اللي عندك ايه، ونبدا ندخل اربع معدات يدخلوها لك البيفمنت، ونطلع العامل البشري اللي ممكن يكون فيه ايه؟ فيه خطا بشري موجود فيه. طيب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ خلاص بقى كده انا عندي رسم قلب وعندي اشعه وعندي تحليل دم، خلاص هطلع قرار صيانه صح.
ديبند اون ال سي سي او اللايف سايكل كوست. انا والله عندي، انا عندي كم نوع صيانه، عندي 20 نوع صيانه، خلاص ده ولا ده ولا ده ولا ده، على حسب عمره وعلى حسب كفاءته، وابدا اعمل ايه، اعمل دراسه علميه هندسيه، احنا مهندسين نطلع ايه هو قرار الصيانه المطلوب عندي شغال. يبقى رايت تريتمنت يا باشمهندسين عباره عن ايه؟ عن ان انا احدد الصيانه الصح على حسب احتياج الطريق من الفحوصات الاربعه، الفحص البصري، الاي ار اي، الاي اف اي، الاف دبليو دي او الاتش اف دبليو دي، على حسب انا شغال في طريق او ايه او مطار. بناء على الاربع قراءات دول هيطلع لي ايه قرار صيانه، انا اجزم ان هو قرار صيانه مناسب للانواع للمرض الموجود في الطريق. وبالتالي انا اللي عنده ضغط هدي له دواء للضغط، اللي عنده نظر هقول له غير النظاره، واللي عنده جيوب انفيه هدي له دواء جيوب انفيه، مش هديهم كلهم بنادول اكسترا، مش هديهم كلهم بنادول اكسترا. طيب اداره الصيانه تعني الرايت تايم، قلناها في حاله ان البي سي اي بتاعتي او الكونديشن اندكس بتاعت البيفمنت من 55 ل 70. رايت تريتمنت عشان نحددها باشمهندسين قلنا او وات قلنا هنفحص بمعدات ثلاثه. رايت بيفمنت هصين فين؟ ده انا جاي لي 50 مليون ريال بس، او 50 مليون دولار، او 50 مليون جنيه، اعمل بهم ايه؟ يا دوب يخلصوا طريق المطار، عشان عندنا في اي بي بيجوا كل شويه، عندنا سياح بيجوا كل شويه، لا احنا خلاص طريق المطار، ولو فاض قرشين يبقى اروح عن طريق اللي عند اللي راح عند الاماره او اللي عند المحافظه. هو في ايه؟ وفين الشبكه؟ انا بتاع شبكه طرق يا باشمهندسين. انا لو عثرت بغله في العراق سولت عنها، يعني لو حصل حادث على طريق انا بتاع صيانه مسؤول عنها امام الله. وخلي بالك انا لما اتكلم عن اقول حادثه يا باشمهندس، لو عربيه خبطت في عربيه بس دي اسمها حادثه، انا مسؤول عنها كمهندس صيانه. وهو هيقف يوم القيامه يقول يا رب هو سبب خبطت عربيتي، لان في حفره في الطريق هو ما عملهاش. وبالتالي انا معنى ان انا كمهندس صيانه هشوف انا هصرف فين بالظبط عشان احسن اداء الشبكه بتاعتي، اللي هو بيسموه يا باشمهندسين السؤال الثالث اللي هو رايت بيفمنت، بدون محاباه، بدون انحياز لحد. انا عندي فيها في اي بي، انا لا اهمل الفي اي بي، هيبقى لهم ويت وانا بقيم الشبكه وانا بعمل بريورز، بعمل اولوياتي. لكن لازم احدد بناء على اولوياتي، بناء على قاعده علميه صحيحه، اقول والله انا اصين هنا ما اصينش هنا، خلاص كده يا باشمهندسين، اللي هي رايت بيفمنت. عشان نتكلم عن رايت بيفمنت اللي هو ايه، اللي هو وير اصين فين بالظبط، يلزمني بس او رايت سيجمنت او رايت سيكشن، اسف سيكشن او رايت يعني هاي واي، يعني نسميها زي ما تسموها. عندي مستويين لاداره الشبكه يا باشمهندسين، مستويين لاداره الشبكه، مستوى حاجه اسمها نتورك ليفل. النتورك ليفل دوت اللي هو انا بنظر نظره عامه للشبكه كلها. انا عندي معدات، عندي معدات اي ار اي، الاي اف اي، الاف دبليو دي، انا عندي امانه في الشمال، محافظه في الجنوب، مش عارف امار، انا عمال اقول اسماء ليه على حسب الدول ما مسميه، محافظه في الغرب، اماره في الشرق، ببعت المعده دي هنا والمعده الثانيه هناك والمعده الثالثه في الجنوب. تخلص طبعا المعدات بتمشي على شبكه الطرق يا باشمهندسين بسرعه الطرق العاديه خالص، الطريق ماشي بسرعه 100 كيلو، المعده بتمشي بسرعه 100 كيلو، وبتطلع تقرير، وهناخد ده بالتفصيل ان شاء الله باذن الله في المعدات. بتطلع تقرير، التقرير ده بيقول لي والله حد شبكه عندي كذا، بقرا الشبكه، دي اسمه نتورك ليفل. ببعت المعدات على الشبكه كلها وابص على الشبكه، انا كديزيشن ميكر الشبكه عامله ايه عندي؟ الشبكه كلها اكسلنت ما شاء الله، بس في عندي هنا قطعين ثلاثه وحشين اهم، او في قطعين ثلاثه محتاجين ايه؟ محتاجين صيانه، ابص عليها، دي اسمه نتورك ليفل. خلاص كده؟ وعندي مستوى ثاني اسمه البروجكت ليفل. النتورك ليفل ببص نظره عامه للشبكه كلها، انا ديزيشن ميكر، انا كوزير نقل، انا كرئيس هيئه عامه طرق كباري، انا ببص على الشبكه كلها. ابعت للناس اللي موجوده في المناطق، اللي موجوده في الامانات، اللي موجودين في الامارات، اقول له بعد اذنك عندك الطريق الفلاني في الحته الفلانيه في مشكله، انا ظاهر لي ان هو في مشكله، انزل افحص لي فحص دقيق شويه، اسمه بروجكت ليفل. يبقى النتورك ليفل نظره عامه للديشن ميكر، البروجكت ليفل نظره تفصيليه للبروجكت لمهندس الطرق الموجود او مهندس السنه الموجود. تمام كده يا باشمهندسين؟ وبتظهر عندي زي ما انتم شايفين كده يا باشمهندسين، انا اهوت ببعت معداتي كلها على الشبكه اهو، كل دي النتورك ليفل اهوت، بكل معده بتظهر لي. خلاص بعمل ايه؟ بيظهر لي هنا الجي اي اس بتاعي بيقول لي والله الشبكه كلها ما شاء الله جرين، يعني اكسلنت، في شويه قطاعات فيرة هي صفرة، وفي كم قطاع احمر بور او فري بور. دي ساعتها انا كديسيجن ميكر اروح بص القطاع ده فين؟ ده في جازان، لا ده في الصعيد عندي،
لا لا دي موجود هناك مش عارف فين، في جنوب في جنوب الجزائر. طب بعد اذنك يا محافظه تغلب، او مش عارف يا محافظه اسوان، بص على القطاع الفلاني ده اسمه النتورك ليفل، البروجكت ليفل اس، البروجكت ليفل. يبقى يبدا هو يروح يبحث الطريق بتاعه اللي تبع محافظته اللي باللون الاحمر اللي انا اللي ظهر لي، وانا من معدات الاي ار اي او الاي اف اي او الاف دبليو دي، وبالتالي اقدر اطلع قرار صيانه صح، سواء على مستوى الشبكه او على مستوى الايه البروجكت. يبقى انا لما اجي احدد الطريق هشتغله ماليش علاقه بقى بايه، بطريق المطار ولا بطريق طبعا انا بقول لك تاني يا باشمهندس، الفي اي بي، المناطق الاثريه والسياحيه، المناطق المقدسه زي الحرم المكي والحرم المدني، كل مكان له قيمه سواء كانت اثريه او قيمه قيميه دينيه عند الناس، ده له ويت وانا بقيم. بس انا بحول الحاجات الادبيه دي كلها الى ارقام، حاجه اسمها ويتس، علشان لما اجي احط قاعده ما يبقاش فيها محاباه بقى، مش النهارده عشان موجود مهندس كذا بيحب الوزير وبكره مهندس بكره، فالنهارده هعمل بقاعده علميه وبكره هعمل بقاعده ايه؟ مصطبيه، انا اسف يعني، ما ناس قاعدين على بعض مصطبه، لا لا، هي قاعده علميه همشيها في كل اوقاتي. فدي كلها ايه؟ نتورك ليفل، انزل منه بروجكت ليفل، كده حددت القطاع اللي انا هصينه بغض النظر عن ده ماشي من قدام بيت الوزير او ماشي من قدام بيت الايه؟ المحافظ او الدكتور اشرف او حد. تمام يا باشمهندسين؟ يبقى ده ثلاث انواع. اول نوع رايت تايم اللي هو وين؟ من بي سي اي من 50 من 55 ل 70، رايت تريتمنت بفحص الشبكه بفحص بصري، ثم كم معدل اللي عندي على حسب المعدات المتاحه، مش لازم اقول لك انت بقى ما تروحش تقف في المحافظه عندك او في الامانه عندك او في عندك وتقول انا عايز 3 معدات، انا عايز تقعد بقى تتعفرط تقول انا عايز معدات 3، ما مش هجيب لك معدات، انا ما عنديش فلوس اجيب لك معدات، اشتغل بالمتاح خلاص، هفحص بصري بس، جابوا لي معده بعد سنتين ثلاثه ممتاز، هاخد قراءتها مع الفحص البصري، جابوا لي معده ثانيه هاخد قراءتهم مع المستشفى البصري، ودي ان شاء الله باذن الله في التفصيل بيحصل الكلام عنه باذن الله. طيب الرايت تريتمنت، طيب انا احنا كده لحد دلوقتي قلنا البيفمنت مانجمنت يا باشمهندسين، اداره الصيانه سواء اذا كان مانيوال او غير مانيوال، انا بقول لك عشان تصين صح تجاوب على 3 اسئله دول، جاوبنا عليهم صيننا صح. طيب هنصين مانيوال يعني هنقدر نمانج مانج مانيوال ولا سيستم؟ انا لما اقول لك يا باشمهندس اضرب لي اضرب لي مثلا 15.773 في 99 بوينت كذا كذا كذا، صعب انك تعملها مانيوال، اكيد هتجيب الكالكوليتر وتضرب، اقسم لي مش عارف 371.7773 على مش عارف 2.33، يستحيل هتعملها مانوال، هتروح عاملها ايه؟ هتروح عاملها كالكوليتر. طيب فانا اقدر اصين شبكه طرق مترامه الاطراف زي السعوديه او معقوله شويه زي مصر او محدوده قوي زي بعض دول الخليج مانوال؟ نشوف يا باشمهندس نشوف رايت ميثود الصح ايه؟ اعمل هاو 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 تو مانج بسيستم ولا وزاو سيستم؟ نشوف. هل هعمل همشي باي هاند زي السلحفاه ماشيه ولا باي كمبيوتر؟ والكمبيوتر وطبعا يعني ايه الكمبيوترز والسيستمز والسوفت وير دلوقتي يعني ايه بقى سنين شغالين بيها، طبعا هي اقتحمت كل حاجه، حتى انتوا عارفين يا باشمهندسين اقتحمت الطب نفسه وعدت كل حاجه شغاله بالايه بالسيستم او بالسوفت وير. طيب نشوف، هضرب مثال بسيط جدا يا باشمهندسين يوضح لي انا محتاج اصين بمانوال ولا بسيستم. بس قبل ما نخش مانوال سيستم، المانجمنت يا باشمهندسين تطور، يعني اي علم يا باشمهندسين زي اي علم من العلوم بيبدا بفكره تطبق مانوال تتطور تبقى بسيستمز، خلاص كده. نفس الكلام من ميثود مانجمنت، بداوا مانوال حطوا استقروا في كاليفورنيا على ايه هي العيوب اللي ممكن تصيب الطرق، استقروا بعدها على انواع العلاجات اللي ممكن تتعمل، بداوا يعملوا علاجات مانيوال، بدا الموضوع يتطور يقول لك لا صعب قوي ان انا اقسم 19.332 على 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 4.15، فنعمل ايه؟ نعمل سيستم، ظهر السوفت وير وظهرت البرامج، فبدا يعملوا سيستم حاجه اسمها بي ام اس، بيفمنت مينتنانس سيستم. اول مره ده اقول اللفظ بتاع السيستم اهو، انا كنت اول بقول لك بيفمنت مينتنانس مانجمنت، بي ام ام، بيفمنت مانجمنت مينتنانس مانجمنت، دلوقتي هبدا اقول لك بيفمنت مينتنانس مانجمنت سيستم، بي ام ام اس او بي ام اس، اختصارا في السوق بيسموها بي ام اس. يبقى كان مانوال الاول وخدنا فيه
يعني ايه فتره كبيره وباع طويل لحد ما استقر الموضوع، وحبينا نطور شويه ده بنعمل ايه الكمبيوترز والبرمجه و و و اقتحمت الحياه عندنا، خلاص يبقى نبدا نعمل سيستمز. فعملوا حاجه اسمها البي ام اس، وطبعا السعوديه بدات فيها من 2000 من 1980 حاجه و80 كانوا اول سيستم اتعمل في السعوديه في الدول العربيه. طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ العالم سبق، يعني السعوديه ما زالت شغاله ببي ام اس في الرياض وفي معظم المناطق، العالم سبق يا باشمهندسين من اول الالفينات. حاجه اسمها الاسيت مانجمنت، هو كان مانيوال، عمل سيستم خاص بالبيفمنت مينتنس مانجمنت بس. الطريق الاسفلت البيفمنت اللي هو الاسفلت الهوت ميكس يعني اللي الطريق بتاعي، ايه العيوب اللي عليه، ايه انواعها، ايه شدتها، ايه كثافتها، ايه علاجها، ده سيستم بيمانج دي. بدا يقول لك لا يا باشمهندس انا الطريق ده اصلا من اصول، انا عندي بيقول لك الانفراستراكشر، الطرق انفراستراكشر، شبكات الميه، شبكات الصرف، دي حاجه اسمها انفراستراكشر، الطريق اصلا من اصول. فبدا يقول لك حاجه اسمها، ظهرت حاجه اسمها الاسيت مانجمنت، اداره الاصول، بدل ما يصين الطريق بس بيفمنت بس وسايب الكوبري، هو الطريق عليه كوبري، لا طب انا هصين الطريق مع الكوبري، احط خطه صيانه الطريق والكوبري. بدا يقول لك دي اسمها الاسيت مانجمنت، لان كان في مانجمنت، في سيستم بيمانج البيفمنت وفي سيستم بيمانج البريدج، البريدج مانجمنت سيستم، وفي سيستم بيمانج الترافيكس، الاشارات والتقاطعات والجزر وفي سيستم. فلما ده كله مع بعض وقال لك الاسيت مانجمنت، الاسيت مانجمنت ده بدا من اول الالفينات، وطبعا دلوقتي في ابحاث كتير جدا، وبدات الشركات اللي كانت بتعمل بي ام اس بقى تعمل اسيت مانجمنت، وده والصين ده كله مع بعضه، والعالم سبق في الموضوع دوت. يبقى عندي ايه، دي السيستم ده تطورها مانوال ثم بي ام اس ثم اسيت مانجمنت. احنا فين؟ ما اعرفش. احنا واقفين فين؟ ما اعرفش. ايه القناعات اللي عندنا؟ ما اعرفش. ما زلنا بنسيب الدرس لحد بنخلعه وخلاص ونركب ضبه؟ ماشي. لا احنا محتاجين احنا ايه نخش في الموضوع ده يا باشمهندسين. والحكمه ضاله المؤمن ان وجدها فهو حق الناس ايه بها. طيب ناخد مثال، هل ممكن نعمل مانوال بعد كما قلته؟ الناس سبق وصلوا للاسيت مانجمنت، دلوقتي بيصين كل محتوى، كل الكومبوننت بتاع الطريق مع بعضها خطه سنه واحده، بصين البيفمنت مع الكوبري مع الكنافه مع الاشاره مع الانشاءات المروريه مع التخطيط مع الجزر مع الارصفه مع كله. طيب ناخد مثال، محتاجين سيستم نشوف. انا لو عندي شبكه طرق، ودي يستحيل من ثلاثه سيكشنز، يعني عندي ثلاث طرق، انا مهندس صيانه قد الدنيا مسؤول عن ثلاث طرق، وهصين بنعون صيانه دو ناثينج، يعني ما تصينش مش محتاج صيانه، او دو مينتنس اي نوع اشتو تغطيه، يبقى عندي انا كم الترناتيف بشتغل بينهم انا كمهندس صيانه؟ شوف كده يا باشمهندسين، هنا يس يس يس، صين السكشن ده، صين السكشن ده، صين السكشن ده، ادي الترناتيف، ادي بديل. نو نو نو، ما تصينش لا ده ولا ده ولا ده، ده بديل. وعندي هنا صين دول وسيب ده، صين ده وسيب دول، صين دول وسيب ده. عندي كام يا باشمهندسين؟ عندي 2 اس 3 2 اس 3، 2 اللي هو نوعين صيانه، اس 3 لو عايز سكشن، دي 2 اس 3 يا باشمهندسين، مش عارف هي مكتوبه 2 ولا 23، لا هي 2 اس 3، 2 اس 3 انا هصلحها، 2 اس 3 ب 8، يبقى انا عندي 8 بدايل، يبقى انا عندي طريقين، ثلاث طرق او ثلاث سكشنز، والسكشن غير الطريق، الطريق ممكن يتقسم لاربعه خمس سكشنز، السكشن له طب مواصفات نقولها بالتفصيل بعدين ان شاء الله باذن الله. طيب يبقى انا عندي لو عندي نوعين صيانه لثلاث طرق، عندي 8 الترناتيفز، ممكن اختار بينهم مانوال ممكن. طب لو الشبكه زادت شويه، عندي 10 طرق، 10 سيكشنز، وعندي نوعين صيانه، يبقى عندي كم الترناتيف؟ عندي 2 اس 10 1024 الترناتيف، هقدر اعملهم مانوال؟ بالتالي صعب. طيب نبص كده، لو عندي 200 لينك 200 سيكشنز وعندي 5 نوع صيانه، عند رقم 5 اس 200 يسهل ان احنا نعمله مانوال؟ يستحيل نعمله مانوال، يبقى اكيد محتاجين سيستم، اكيد محتاجين سيستم. الاول ما كانش فيه شبكه، كانت شبكات قليله ومحدوده، دلوقتي خلاص انا قلت لك يا باشمهندس خلاص دلوقتي شبكات طرق عندنا استقرت، ده هو الموضوع دلوقتي، موضوع صيانات وموضوع ايه، موضوع ان احنا بنعمل شبكات جديده بس لمدن جديده بنعملها في الجديد. لكن خلاص الشبكه القديمه، الشبكه القديمه مستقره من عشرات السنين. طيب السيستم بيخش فين؟ السيستم اللي هو بيمانج بقى بيخش فين بالظبط؟ في منظومه الاداره نفسها عموما. والله انا عندي طبعا اي دوله بتحط استراتيجيات لها،
طبعا في اي دوله، واحنا دولنا عربيه من الدول دي، استراتيجيه ان الانسان ده قيمه معتبره، قيمه علميه، قيمه معتبره، هو الانسان اصلا اساس الحياه اصلا. فانا هحافظ عليه، هحافظ على صحته، فهدي فند مهم جدا جدا للصحه، هعلمه تعليم كويس، فهدي فند جدا جدا مهم للتعليم، هحافظ على الرياضه، فهدي فند للرياضه، هحافظ على الطرق عشان احافظ على حياته اصلا، فهدي فند لشبكه الطرق، للهاي مع الطرق كمان. فانا عندي، يبقى عندي فند بيروح، للهيئه الطرق، فبتاخد منه جزء للصيانه، وبعدين بناء على الفند اللي جاي للصيانه مينتنس بادجت، بعمل مينتنس سكيدول بناء على الرقم اللي عندي، انا عندي هصين بايه وبقد ايه، اعمل سكيدول للصيانه، ثم اعمل طرح للمشاريع دي، حاجه اسمها سيكشنز، طرح المشاريع دوت، ثم بعد كده بيعمل تندرنج وبروجكت ومشاريع الناس تبدا تشتغل فيها. منظومه اداره الصيانه فين هنا؟ في الحته دي اهي. هي دي منظومه اداره الصيانه الشمسية. منظومه اداره الصيانه في تحديد السكشنز وتحديد البروجكت وتحديد الايه؟ المشاكل المشاريع بتاعتها. يبقى عندي اداره الصيانه بتخش معايا في 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 اداره البادجت، بدايه تحديدها، ثم توزيعها، التوزيع الايه؟ الامثل بدون محاباه وبدون. طيب ناخد شويه بالتفصيل عن البيمنت مانجمنت سيستم، نبدا نخش في السيستم نفسها بقى. احنا دلوقتي احنا اقتنعنا ان احنا هنمانجمنت، هنمانج الشبكه يعني ايه؟ هنحدد مين تصين وازاي تصين وفين اصين، وات وين وير، رايت تايم، رايت ريدنج، رايت بيمنت. طيب خلاص، طب اعمل مانوال ولا اعمل سيستم؟ يستحيل اعمل مانوال، لان الشبكه دلوقتي الشبكات واسعه، كانت ايام زمان في العشرينات والثلاثينات ما كانش في شبكات طرق، خلاص كان ممكن اعمل مانوال، لكن دلوقتي خلاص الشبكات واسعه جدا جدا، الاف الكيلومترات عندنا، ملايين الكيلومترات عندنا، ملايين المترات المسطحه. طيب اعمل ايه بقى دلوقتي؟ هعمل بسيستم. طيب ناخد شويه عن تفاصيل السيستم. والله عندي سيستم يا باشمهندسين له ثلاث مستويات. مستوى اليوزر، السيستم دوت بيخدم على اليوزر بايه؟ بيخدم على الديسيجن ميكر اللي هو الوزير ومن على شركته في مستوى الاداره العليا. بيخدم على الدخل القومي للبلد. ازاي؟ اليوزر يهمه ايه اليوزر؟ يهمه استخدام، تستخدم برامج اهي، تستخدم برامج اداره الصيانه في المحافظه على شبكه الطرق عند حاله، عند مستوى مقبول لمستخدميها في نقل البضائع والركاب بطريقه امنه ومريحه اقتصاديه، ده كنا من الاول. يبقى اليوزر يهمه ايه؟ يهمه يمشي على الطريق امن، يهمه يمشي على الطريق بطريقه مريحه، يهمه يمشي على الطريق بطريقه ايه؟ اقتصاديه، ما يهموش ان هو ايه؟ كل شويه يقع في حفره، كل شويه العربيه الاكس بتاعها يضرب او يتكسر ويروح يصلحه، كل شويه يلاقي نفسه ايه؟ قاعد العربيه عماله ترج منه ويجيله صداع من كتر الايه؟ الديستربنس اللي بيحصل للعربيه. يبقى دي بالنسبه لليوزر، يبقى من ناحيه اليوزر، من وجهه نظر اليوزر، هو عايز عربيه يكون ماشيه امنه، ما يحصلش فيه مشاكل ولا حوادث، مريحه، العربيه ماشيه مرتاحه، واقتصاديه، تكلفه تشغيل العربيه، الفيكل اوبريشن كوست بتاعت السياره تكون معقوله، مش كل حبه رايح يعمل يصلح العفشه، مش كل حبه رايح يعمل ضبط الزوايا للعربيه، مش كل شويه رايح ايه يصين العربيه، تمام كده؟ طيب من وجهه نظر الايه؟ اليوزر. من وجهه نظر الديسيشن ميكر، صانع قرار، مهم جدا جدا يا باشمهندسين متخذ القرار يعرف ايه هي الميزانيه اللي عنده. انا عايز كم؟ انا عندي خطه خمسيه، الخمس سنين الجايه عايز قد ايه ميزانيه صيانه؟ ده انا عايز 100 مليون بناء على ايه قلناها؟ كده؟ لا مفيش حاجه اسمها كده. تقدير ميزانيه الصيانه باسلوب علمي اللي هو ايه؟ اللي هو عندنا بقى هنعرف ان شاء الله باذن الله، عندنا حاجه اسمها مودلز تتوقع حاله البيفمنت بعد خمس سنين عامل ازاي؟ بعد 10 سنين عامل ازاي؟ انا بحط الايدج اللي انا عايزه. وبناء على حاله البيفمنت بعد خمس سنين، بعد 10 سنين اقدر اقول والله نوع الصيانه المطلوب بعد 10 سنين ايه؟ وبالتالي اقدر اقول والله التكلفه هتبقى عامله ازاي؟ وبالتالي اقدر اقول والله الميزانيه هتبقى عامله ازاي؟ ده مهم جدا جدا بالنسبه للديسيجن ميكر، وهو بياخد قراره او صانع القرار بياخد قراره يبني على اسس علميه صحيحه. خلاص يبقى مهم للديسيجن ميكر انه يعرف البادجت قد ايه؟ في الخمس سنين الجايه وفي الثلاث سنين الجايه وفي 10 سنين الجايه. طيب افرض انا قلت لك عايز 100 مليون، اديتني 10 مليون هصرفهم فين؟ يبقى لازم يكون في بريورتيز. وات دو يو هاف تو دو نوت وات دو يو وانت تو دو. انا عايز تعرف ايه اللي مطلوب تعمله، مش المفروض ان انت حابب تعمله. انت عايز تبني، انت عايز تصرف طريق مطار، او عايز تعمل طريق المناسك،
لكن لا انا بقول لك في يو هاف تو دو دي اسمه بريورز. يبقى بناء والله عندي ميزانيات ليميتد بادجت، الميزانيه محدوده، اقدر اعملها ازاي؟ اقدر بناء على تحديد الاولويات اقدر اقول والله انا هعمل الطريق ده قبل ده وده قبل ده وده قبل ده على حسب حاجه اسمها البريورتي اندكس عندي وارقام عندي بنعرفها بعد كده ان شاء الله باذن الله في الدوحه. تمام كده يا باشمهندسين؟ يبقى ده بالنسبه للشيم ميكر. يبقى اول حاجه اليوزر يهمه انه يمشي بطريقه امامه براحه مصدية، الشيم ميكر يهمه انه يعرف الميزانيه قد ايه، ولو في حاله الميزانيه اوبن خلاص هصين كل اللي انا عايزه، في حاله الميزانيه ليميتد خلاص انا هصين فين نعمل بريودز. في حاله ان عندي بالنسبه لمهندس الطرق مهندس الصيانه من وجهه نظره ايه المطلوب عنده؟ مطلوب عنده يعرف ايه نوع الصيانه بالظبط، مش كل حاجه قشطه تغطيه، لازم يعرف، لازم عنده تولز معينه تقول له والله صين في الحته دي بالعلاج ده، صين هنا بالعلاج ده، صين هنا بالعلاج ده، دي تولز، مش هو كل مره قاعد قشطه تغطيه. ده من ناحيه وجهه نظر المهندس الصيانه. من وجهه نظر الدخل القومي طبعا مش هنسين الدخل القومي للبلد، انت الفكره اوبريشن كوست دخل قومي، البنك الدولي عامل برنامج اسمه اتش دي ام، برنامج ممتاز قوي، هو معني قوي بالكوست بتاعت البيرمنت، كوست التشغيل، كوست الدايركت كوست والدايركت كوست اللي هو اتش دي ام، وهو له فيرجنز كتير قوي. شوف البرنامج ده الفيك اوبريشن كوست، انا لو انت بمشي على طريق خشن زي ده بشمهندسين اهو، ده هنا في رافلنج في عيب من عيوب الطرق، يعني العربيه يحصل لها في رافنس فيحصل فيه مشاكل، هيحصل فيه تكلفه في الفيك اوبريشن كوست. الفيك اوبريشن كوست انا بروح كل شويه اصين عربيه، اروح على بتاع العفشه، اروح بتاع ضبط الزوايا، اروح ده كله دخل قومي وان كان اندايركت. انا محصل حادثه وعربيتين يخبطوا في بعض والتامين اللي بدفع، ما هو ده دخل قومي. يبقى انا بالنسبه برضو من وجهه نظر الدخل القومي للبلد، الصيانه مهمه جدا جدا عشان خاطر تقلل هذا الايه او تحافظ على الدخل القومي للبلد. يبقى انا عندي اداره الصيانه او السيستمز بتخدم اداره الصيانه لها تات مستويات، سواء اذا كان يوزر او سواء اذا كانت الديشن ميكر او مهندس الصيانه او الدخل القومي للايه للبلد. طيب السيستم ده ازاي يا باشمهندسين بقى؟ وان شاء الله باذن الله نخلص اهو ربع ساعه كده هنخلص. السيستم ده عباره عن ايه؟ هاو احنا دلوقتي قلنا مش ينفع نصين مانوال، هنجيب سيستمز، والسيستم تطور من الى 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 دلوقتي الناس واقفه على الاسيت مانجمنت، وممكن يكون دلوقتي بيبحثوا وبيعملوا ابحاث في 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 حاجه احدث من الاسيت مانجمنت، لكن دلوقتي احنا واقفين عند الاسيت. بعد كده ايه اللي حصل؟ وقلنا ما ينفعش، احنا عندنا كل مستوى من المستويات الاداريه يهمه البي ام اس في حاجه معينه، بيحسب لصانع القرار حاجه، وبيحسب لمهندس الصيانه حاجه، وبيحسب لليوزر حاجه، وبيحسب لكل واحد حاجه. طب ايه هو السيستمز يا باشمهندسين؟ السوق مليان سيستمز. انت بقول لك مثلا ايه، في عربيات، في انواع من العربيات مش عارف نوع كذا لحد نوع كذا، ارقام متفاوته. لا كل عربيه ولها اوبشنز فيها، كل عربيه ولها نفس الكلام، السيستمز لها اوبشنز، لها فيها اوبشنز. والله في سيستم ب 5000 دولار هو دلوقتي ب 10000 دولار، وفي سيستم شفته في مكان كان ساعتها في 2007 ب 500000 دولار، كان ساعتها الاولين ب 5000، 5000 500000 يعني 100 ضعف. ايه الفرق بين ده وده؟ هتقول لي ده سيستم وده سيستم؟ يستحيل طبعا، ما هي دي عربيه ودي عربيه. لكن لا، السيستمز فاهم ديولز. اول حاجه يجب ان يكون بتكود، تحط كود لكل اندوات، انا العربيه هتمشي على الشبكه وتفحص لي كل القطاعات. طب الطريق اللي هي ماشيه عليه العربيه دي هي حافظه الطريق ده طريق صنعاء كذا؟ لا مش حافظاه، ده هو الكود. مش ممكن ادخل الكود هنا واحد وفي المحافظه الثانيه ادخل طريق اسمه واحد وفي محافظه ثانيه ادخل اسمه واحد، السيستم هيرتبك. لازم يبقى تكويد، كل محافظه لها تكويد حسب التليفون اللي فيها، على حسب ايه، نحط مدارس كبيره قوي في موضوع التكويد ده يا باشمهندسين، ونتكلم عليه بالتفصيل ان شاء الله في وقتها. يبقى كودنج، السيستم لازم يعمل ايفالويشن، تقييم الشبكه، السيستم لازم يعمل ديشن تري، شجره قرارات، الفلوت شارت بتاع السيستم اللي هي ديشن تري دي اسمها فلوت شارت. كام اف دو اف دو اف اف ديستريسز او العيب كذا، دو صيانه كذا، اف كذا، دي اسمها فلوت شارت، او احنا بنسميها في الصيانه ديسيشن تري، شجره القرارات. الموديلنج، انا بقول لك بعد 10 سنين اللي يحصل، بعد 50 سنه، بعد 15 سنه اللي يحصل، بعد 3 سنين اللي يحصل، موديلنج، مودلز بتوقع حتى البيفن بعد 5 سنين، بعد 10 سنين، دي مودلز. البادجت، انا طب بعد 10 سنين هيبقى في عيب كذا، علاجه هيبقى كذا، طب التكلفه عامله ازاي؟ الماتيريالز المتاحه للعلاج دي عامله ازاي؟ او والله ده عندي بوليمرز، ده انا عندي اسفلت موديفايد، ده عندي بيور اسفلت، ده انا عندي مش عارف كراكس، ده عندي، دي كلها حاجات ايه؟
بناء على بحث البادجت. السيستم مرن يقبل ان انا اعدل في اسعار المواد، اسعار المواد في 2020 غير 2040 غير 2030، وبالتالي هل السيستم مرن ولا واقف على 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 السيستم؟ كل ما يكون مرن، كل ما يكون فريندلي، كل ما كان اغلى. بريوريتيز، السيستم بيديك بريوريتيز، نظام اولويات. اه انت هبني الاولاد دي زي ما قلنا على حاجات كتير قوي، دي محاضره كامله هبنيها على حاجات كتيره. طيب في اولويات، اه في اولويات. السيستم بيطبق بالجي اي اس، طبعا دلوقتي الناس كلها دلوقتي شغاله جي اي اس، جي اي اس من 20 30 سنه شغاله جي اي اس. طبعا ما ينفعش انا بصين شبكه طرق وعايز ادي ديسيشن ميكر خريطه يبص بيها على الشبكه يعرف الشبكه عامله ايه، واقعد اقول له خلي بالك ده طريق كذا 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 جيد، طريق كذا ما عندوش انا الكلام ده. ديسيشن ميكر ما عندوش وقت دوت الحاجات دي كلها، ديسيشن ميكر عايز يبص على روح كده يعرف يعرف الشبكه عامله ازاي، ايه ده طريق ايه اللي هناك دوت الاصفر ده، طريق ايه الاحمر ده، بس كده. هو مش هيقعد يقرا الطرق ويحفظ ده جيد وده مقبول وده جيد فيقول لك ده كان في واحد مقبول من شويه، لا. الجي اي اس بيعمل كده يا باشمهندس. السيستم لازم يكون معمل كواليتي كنترول اثناء اثناء الايفالويشن، اثناء التقييم، وكواليتي اشورنس زي اي مشروع، كواليتي كنترول كواليتي ايه؟ اشورنس. يبقى السيستمز تحتوي على 8 موديولز. ده الايفالويشن. اه عندي ايفالويشن بصري زي ما كنت بقول لك هناك، وفي عندي فانكشن ايفالويشن دي معده موجوده في الخليج في السعوديه دار الخليج، وفي عندي ستراكشر ايفالويشن دي معده ايفالويشن. او والله لو انا عندي ايفالويشن بمعدات غير لما يكون السيستم لا يقبل قرايه المعدات، انا هعمل سيستم هو بس بياخد مني الفحص البصري بس، الشجره القرارات اللي فيه او الفلوت شارت اللي فيه مش مرتبط بايه؟ مش مرتبط بمعده، وبالتالي لما اجيب قرايه المعده وادخلها مش هيقراها، سيستم عقيم. لازم سيستم مفتوح انه يقبل من ثلاث معدات، من اربع معدات، سيستم مرن. وبالتالي ايه البيفنت ايفالويشن بيظهر في حاجه زي كده. البيفنت ايفالويشن اه ايه هي العيوب وايه هي ايه هي العيوب وايه هي نوعها والكوانتيتي بتاعتها والسيفيريتي شدتها وكثافتها وايه هي الريتنج بتاعها وحاطط الطريقه عامله ازاي، دي ايفالويشن يا باشمهندسين. يبقى انا عندي الايفالويشن السيستم كلما كان مرن، كلما كان يعتمد في التقييم على معدات، كلما كان كلما كان كلما كان كلما كان اقوى واحسن، كلما كان ليميتد كلما كان اسوا وارخص. المودلز اه انا هدخل قرايات اهو كام سنه اهو عندي 3 4 5 سنين قرايات، وبعدين طب وبعد كده عمر الطريقه مش ازاي، اه انا بتوقع اهو بتوقع. لا ده البيف ده مش كده، لا ده البيف ده مش كده، دي اكسترابوليتي بيسموها اكسترابوليشن اكستنشن. انا متوقع المودلز دي لو سيستم مبني على مودلز. وطبعا يا باشمهندسين انا لما نيجي نتكلم في المودلز ان شاء الله باذن الله، احسن حاجه انك تعمل قاعده بيانات لك انت. يعني انا دلوقتي مثلا ايه في مصر عندي هبدا اعمل ايفاليويشن للطرق، ما عنديش انا قاعده بيانات لسه، هبدا استخدم المودلز اللي موجوده عالميا. اه والله ايه الولايه اللي موجوده في امريكا قريبه من مصر، ايه الظروف اللي موجوده في السعوديه قريبه من مصر، ايه اللي استخدم مودلز دي لحد انا مبني سنه سنتين ثلاثه مودلز خاصه بمصر، وابدا استخدم مودلز مصر واسيب المودلز دي كلها. مودلز يا باشمهندسين دي برضو مهمه جدا جدا، كل ما كانت موجوده المودلز دي كل ما كانت دقيقه، كل ما كان السيستم غالي، وكل ما كان السيستم وطبعا عندك مودلز بقى ايه يعني، افتحوا يا باشمهندسين المراجع والابحاث بتاعت تلاقوا مودلز ياما في ابحاث ماستر ودكتوراه وبيبرز ومؤتمرات علميه و والمن رودز والباركنج لا مودلز والسكند رودز لا مودلز وفي كاليفورنيا لا مودلز والجلف اريا مودلز يعني الدنيا العالم مليان دلوقتي كل عام مودلز. اخد المودلز دي واشتغل عليها خلاص كده لحد ما اعمل مودلز انا لدولتي او لبلدي او للمكان اللي انا شغال فيه. الفلوت شارت اللي هو قلت لك اف دو، لو انا ما عنديش فلوت شارت، لا لازم يكون في فلوت شارت. الفلوت شارت ده اللي هو ايه احنا بنسموه اف دو بلغه البرمجه، اف العبس كذا دو صيانه كذا. طب ما انا انواع الصيانه دي مش موجوده في مصر، انا عندي مثلا دلوقتي انا مثلا في سيستم اسمه بيفر، ده من السيستم موجوده وهنتكلم عنه ان شاء الله بتفصيل بعدين. البيفر ده في انواع صيانه مش موجوده عندي في مصر، طب بعدين انا مش ينفع اشتغل عليه لان انا هيقول لي اعمل صيانه كذا وانا ما عنديش المعده، يبقى لازم انا اعمل اطوع اعمل ادابتيشن اعمل للسيستم على حسب ظروف مصر، ايه المواد الماتيريالز الموجوده في مصر للصيانه عندي، ايه هي الكوست افكتفنس بتاعتها فعاليه التكلفه بتاعتها، ثم اعتمد بعضها واحطها في السيستم واشتغل عليه واعمل سيستم خاص بمصر، دي اسمه ادابتيشن للسيستم اللي جاي من بره لظروف مصر، او ان انا اعمل سيستم خاص بمصر نفسها. ده فلوت شارت اللي موجود.
طبعا مودلز زي باشمهندسين، وعندي فلوت شارت رهيبه كتير كتير. كل ما كنت بدات بدري كل ما تطور نفسك. هتبدا تشتغل على فلوت شارت، تقعد 3 سنين تجرب، بعد 3 سنين تطور، بعد 3 سنين تطور نفسك، كل 3 سنين بتطور سيستم جديد خالص وفلوت شارت جديده. عمال يحصل لك استقرار في موضوع الصيانه، وبالتالي بيحصل لك حاجه اسمها القرار بيطلع بريلابيلتي او بمعدل ثقه عالي جدا جدا وانت شغال بالنسبه لليه؟ للصيانه من على المودلز ده. بريورتيز وات يو هاف تو دو نوت وات يو هاف وانت تو دو، اللي انت يجب ان تعمله مش اللي انت عايز تعمله. ما انا عايز اصين طريق زي ما بقول لك اصين المطار، بس انا مش لازم اصين طريق كذا. ليه؟ دي اسمه بريورتيز مش وانتين. البريورتي اندكس ومعدات بقى وقصه كبيره قوي قوي، وبدخل فيها الفي اي بي واهميته، وبدخل فيها الكوميرشال اريا اللي موجوده جوه الكتله السكنيه، وبدخل فيها الاماكن المقدسه واهميتها، وبدخل فيها الاماكن السياحيه واهميتها، وبدخل فيها حركه مروريه وحجمها، بدخل فيها عندي في فاكتورز كتير قوي بتخش موضوع البريورتيز. بس قاعده علميه اقدر انا من خلال بتوع الصيانه الموجودين في الاردن، يا بتوع الصيانه تعملوا ايه رايكم؟ ابني البريورتي بتاعتي على ايه؟ ويت ايه؟ يا السعوديه ابني على ايه؟ يا مصر، يا امارات، يا 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 خلاص كده؟ وبناء عليه اقول والله الطريق ده ايرجنت يتصين، الطريق ده نوت ريكوايرد ان بلان، مش لازم السنه دي، مش لازم الخطه دي خالص. خلاص فاهمين دي بريورتيز. الجي اس الجي اس انا عايز كده صنع القرار يبص على كده يا باشمهندسين، يعرف يعرف هنا في لينك اهي، في لينك هنا بور او فري بور، وفي لينك هنا بور او فري بور، وفينا لينك هنا، يعرف على طول من كده. مش عارف بقى ايه ادير الريبورت مكتوب فيه ومحافظه الشرقيه فيها طريق ومحافظه الغربيه فيها طريق، ونقعد بقى نعمل كده. لا لا لا، هو انا ابص الخريطه، الطريق ده الطريق ده يا فلان، بص على شبكتك يا فلان، وانا قاعد دي اسمها جي اي اس. طبعا كلكم عارفين حاجه ده يا باشمهندسين. يبقى دي دي الجيوغرافيك انفورميشن سيستم. طيب دي سيستم، يبقى قلنا اداره الصيانه، اداره الصيانه اجابه عدد اسئله، مانوال ولا سيستم؟ قلنا بسيستم ما ينفعش مانوال. تطور الموضوع ازاي؟ الكومبوننت ده السيستم عباره عن ازاي؟ شويه موديولز، 8 موديولز، كلما السيستم احتوى على 8 كلما كان فريندلي، كلما كان لارج، كلما كان مرن، كلما كان كلما كان كلما كان غالي، كلما كان يحتوي على بعض هذه الموديولز مش كلها، كلما كان رخيص، كلما كان ليميتد، كلما كان ضعيف، كلما كان كلما كان. تمام يا باشمهندسين؟ طيب اي سيستم محتاج ايه هي؟ اعرف ايه هي الداتا اللي مطلوبه له؟ داتا ريكويرمنت. والله عندي السيرفيس ديستريز العيوب، ومدارس في العيوب، كل شيخ عمله طريقه في العيوب، كل دوله، مش كل دوله، امريكا نفسها كل ولايه عملت طريق. ما طبيعي. السعوديه نفسها كانت عامله قبل كده شغل وبتعدل شغلها، ليه؟ ما كانش فيه سكه حديد، السعوديه دلوقتي فيه سكه حديد. طبيعي نطور كل شويه. يبقى ايه الديستنس اللي عندي؟ العيوب اللي عندي هي استراكشر كاباسيتي، القطاع الاحتيائي، مدى قوته، مدى استيعابه. ثم السيرفيس سيفتي اللي هو السكيتنج بتاع البيفمنت عامل ايه معايا. طيب ديشن تري اللي هو الفلوت شارت زي ما قلت لك، انواع الصيانه هي متغيره يا باشمهندسين، كان النهارده في نوع صيانه، بكره في نوع بعده، في نوع بعده، في نوع ثاني. ظهر البوليمرز، وظهر التعديل، وظهر السوبر بيف، وظهر ظهر 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 كان ما كانش فيه موجود من 10 سنين. يبقى في مينتنس تايب جديده، في ماتيريالز جديده اهي، مينتنس تايب، مينتنس ماتيريالز، مينتنس اكويبمنت، في معدات ظهرت في الصيانه، سلاري سيل، في فوكس سيل، في تشيب سيل، في دبل تشيب سيل، في معدات كتير قوي موجوده في الصيانه يا باشمهندسين، ياما في معدات موجوده في الصيانه. وظهرت معده جديده ادخلها عندي وابدا اعتمدها واشوف وادخلها في شركه القرض بتاعتي. المينتنس كوست اند ايج، ده بس تكلفته رخيصه بس بيعيش سنتين، لكن ده اغلى شويه بس بيعيش 10 سنين. الايج والكوست، الايج والكوست يا باشمهندسين، ده البريزنت اند فيوتشر نيدز. النهارده في ايه؟ البرفورمانس مودلز. انا النهارده الحاله الطبيعيه عامله ازاي؟ وبعد 10 سنين عامله ازاي؟ بعد 5 سنين عامله ازاي؟ النتورك ليفل والبروجكت ليفل، ومدى اداره الشبكه عندي، انا بصين الشبكه او بصين مشاريع محافظه داخليه او ايه، او على مستوى القطر كله. دي الفيوتشر واند بريزنت داتا اللي موجوده عندي. امبلمنتيشن بقى، ودي مهمه يا باشمهندسين. خلينا نقول ان احنا مقتنعين بموضوع الصيانه، خلينا نقول ان احنا دلوقتي عايزين نشيل الجير اللي موجود على السنان دوت قبل ما يحصل فيه تسوس، عايزين ان احنا نحسن اداء الشبكه، عايزين ما ننساناش عشان نصرف بدل ما اصرف 90 مليار هصرف 9 مليار بس،
واوفر 80 مليار اعمل بيهم شبكه طرق جديده، او اعمل بيهم مدينه جديده، او اصرف بيهم على الشباب، او اعمل بيهم مشاريع. طب اعمل ايه؟ implementation، التطبيق، القناعات يا باشمهندسين، القناعات. للاسف انت ممكن تروح انت تكون مهندس وتجيب سيستم وتحطه وما تعملش بيه حاجه. ليه؟ ما فيش قناعه للمنظومه المسؤوله عن الطرق. لازم يكون في قناعه، لازم الكل يتبنى المنظومه عشان تنجح. صيانه الطرق اذا لما تبنتها الابحاث، ولما تبنتها المشاريع، ولما تبنتها المعامل، ولما تبنتها اداره الترافيك، ولما يتبناها كذا، مش هتنجح. لازم الكل يضغط معاك وتعمل فريق عمل اداري وفني يضغط معاك عشان ينجح سيستم. لو انت عايز تنجح سيستم او عايز تبنى سيستم اداره صيانه الطرق في المكان اللي مسؤول عنه. سيستم اوتبوت، سيستم انبوت. لو انا بقول لك والله هو 8 موديولز، خلينا اقول السيستم عندي هنا بيتكون من 5 موديولز مثلا، اهو الايفالويشن، البريورتيز، ديشن تري، بيرفورمانس مودلز، الماتيريالز والكوست بتاعتها. خلاص ايه اللي يحصل؟ انا عندي سيستم زي مثلا المملكه، احنا كنا عملنا سيستم في المملكه في وزاره الشؤون البلديه القرويه للمحافظه للوزاره. ايه اللي يحصل؟ يبقى اليوزرز هيبقى في يوزرز موجوده في الامانات، كل امانه بتخش على السيستم تدخل الداتا اللي عندها، تعمل فحص بصري لشبكه الطرق عندها وتدخلها على السيستم. فالسيستم بيقرا الانبوت اللي جاي له من كل الامانات. عندي 14 امانه او اكثر، بتلاقي 14 امانه بسعودية، 14 امانه بتدخل بياناتها على السيستم دوت، وبناء عليها يحصل فيه رن ويحصل فيه بالراجع اوتبوت. اه يا ب... يا 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 الهفوف، او يا عرعر، او يا جازان، او يا اسكندريه، او يا سينا، او يا اسوان، او يا صنعاء، او يا ده عندكم اعملوا كذا، اعملوا كذا، اعملوا كذا، اعملوا كذا. بناء على ايه؟ بناء على انبوت دخل السيستم عندي من هذه الامانات، وبناء على الاوتبوت اللي انا طلعته من السيستم للايه؟ للاماكن دي كلها. وبناء عليه اقدر بقى اصين شبكه بقاعده علميه صحيحه، مبنيه على اسس علميه وبطريقه علميه سليمه. العامل البشري فيها الى حد ما هو موضوع الفحص اللي انا قلت لكم من شويه ان هم استغنوا عنه وبداوا ينزلوا معدات تفحص بصري كمان عشان خاطر حتى يبقى العامل البشري بره الموضوع خالص، بحيث انا ما احتاجش كواليتي كنترول عالي وانا شغال في موضوع السيستم دوت. اعتقد ان ايه ان دي كده يعني مراجعه سريعه او يعني ايه فك شويه مصطلحات او ما يخص موضوع صيانه الطرق او علم الصيانه. وبعد كده ان شاء الله باذن الله بتفصيل لو انتم عايزين ان شاء الله باذن الله. انا اسف انا طولت شويه باين جريت شويه مش عارف انا يعني معتقد ان الزملاء كلهم مهندسين طرق، يعني ايه قلت الفاظ كتيره ممكن تكون جديده على بعض الناس، لكن ان شاء الله باذن الله لو في سؤال نجاوبه احنا مع بعض. اتفضلوا يا باشمهندس. شكرا يا دكتور اشرف. حد عنده اسئله يا شباب؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذن حضراتكم الاخوه المديري الحوار ومديري الجلسه، عندي سؤال للدكتور اشرف. الله يبارك فيك. اولا جزيل الشكر للاخوه القائمين على تنظيم هذه المحاضره القيمه جدا، دكتور الاخ محمد اشرف والمهندس خالد عبد الكريم، وجزيل الشكر للدكتور اشرف على هذه المحاضره القيمه جدا جدا صراحه، واللي بارك الله فيه ان شاء الله ربي يبارك لك في علمك وينفعنا بحضرتك. كانت تجمع ما بين عدة عوامل مهمة جدا جدا، لأن العالم اليوم لا يمكن يحل مثل هذه المعضلات إلا من خلال أن نتحول الموضوع مش فني فقط، مش تكنيكال، الموضوع هو الموضوع عبارة عن كلتشر وثقافة يعني. فأنت لاحظت أن حضرتك ركزت على الموضوع هذا، يعني أنه هو في علاقة كبيرة بالمواطنة الفاعلة، ويجب ان احنا ك ك ك ك ك كمجتمعات فنيه وتقنيه يجب ان يكون عندنا ربط ما بين الجانب التقني والجانب التوعوي في اهميه هذا الموضوع. لان انت شبهت مثال جميل جدا اللي هو حكايه محافظه الانسان على اسنانه، فهي مقاربة جميلة جدا، ويعني لو نزيد نكتر فيها الكلام تبدأ توضيح الواضحات، يعني انت يعني جبتها بطريقة جميلة جدا وتصل مباشرة. يعني انا حبيت بس من خلال المحاضرة ان نسأل حضرتك عليه، بما انك انت تطرقت الى ان هو الموضوع
ليس متوقف فقط على الجانب التقني، بل متوقف على الوعي والثقافة العامة. في ما يسمى الآن اتجاه عالمي إلى الأوبن ديتا، البيانات المفتوحة. والآن في بعض المشاريع اللي لها علاقة مباشرة بإدارة وصيانة الطرق، وهي مثلا إجراء مسوحات مبدئية مجانية يشترك فيها المجتمع، نقوم بإشراك المجتمع فيها من خلال استعمال الكاميرات الهواتف الذكية في عملية السمارت مابينج للطرقات. يعني الناس تبلغ بطريقة ذكية جدا، ونقولوا إن الناس أو المواطنين نفسهم يكونوا جزء من منظومة المراقبة وجزء من منظومة التبليغ على هذه. لأن أنت عارف حضرتك يا دكتور إن عملية الديتا كوليكشن هذه من أصعب المراحل، هو أهم مرحلة. يعني لما يكون عندك مصدر كبير وغني بالبيانات، فالآن أصبحت فيه بعض الفرص اللي هي مثل الأوبن ستريت كام واللي هي ستريت ليفل فيو، ستريت ليفل إيمجري، والكلوز رينج إيمجري، والتريستريال إيمجري، والدرون إيمجري. بالذات حتى يعني قصة التطبيقات الآن عندنا في مصر، أصبح فيه فريق أعتقد قريبا إن شاء الله يتم تفعيله بشكل رسمي مع بالتنسيق مع الجهات المسؤولة في الدولة، اللي هو الأوبن ستريت ماب. رأي حضرتك في إدراج أو إشراك المجتمع، إدراج المجتمع المدني أو المجتمع المتعاون أو المتطوعي في عملية إجراء بعض المسوحات التصويرية للطرقات اللي تعطي نظرة شاملة قبل حتى ما تنزل ميزانية للمشروع؟ يعني ممكن نستفيدوا من المصدر هذا من البيانات. ما رأي حضرتك في الاستفادة من البيانات المفتوحة لإعداد الدراسات المبدئية قبل ما تنزل ميزانية للمشروع؟ بارك الله فيك. ممتاز. انا حضرتك بقى كده هاخد يعني بارك الله فيك كويس عبد الرحمن، يعني سؤال ممتاز جدا جدا، ويعني انت حضرتك بتبني من حيث انتهى الناس، ان احنا المجتمع المفروض يشارك، المجتمع المفروض انت بس قلت لفظين في الاخر مهمين جدا جدا دول اللي هبدا بيهم، ان انت ايه قبل ما اعمل مسوحات، يعني يديني الارت، يعني يديني ايه الارم ان في هنا قلق، في هنا خطر. انا كممكن كصاحب الشبكه بعمل بريوديكال، يعني مثلا بنزل كل 6 شهور مره على الشبكه ابص عليها، يعني عندي شبكه كبيره، فلما عشان الف على الشبكه كلها خلال 6 شهور، فممكن خلال شهر انا مسحتها، وبعد شهر ممكن يكون في مشاكل، ممكن اليوزر يديني الالارم ده، ده كان في حادثه امبارح على الطريق وعملت حفره في الطريق، يبقى انا ساعتها ده هيصور يبعت لي الارم ليا. لكن انا ما اقدرش ابني قرار على 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 مسوحات يوزرز. ليه؟ لان انا ابدا ابني قرار علمي، قرار علمي بقى محتاج فحص دقيق، يعني باذن الله عاملين لو ربنا اراد وفي حد متخصص وعايز يا باشمهندسين، احنا يكاد بندور على الشرخ بابره، يعني انا بلبس نظاره مكبره وانا ماشي على الطريق عشان اشوف الشرخ. ليه؟ لان انا الشرخ، لان الفحص يعني فلوس، دقه الفحص توفير فلوس، عدم الدقه فلوس بتترمي على الارض. وبالتالي الوعي الشعبي الجمهور هيساعدني في ان انا اعمل الارم، ان انا اقول لك خلي بالك الحته دي فيها هنا ايه، في هنا مشكله بص عليها يا باشمهندس. ممتازه يا باشمهندس، ممتازه ممتازه ممتازه، فكره جميله. وطبعا انا للامانه برضو يعني حضرتك قلت حاجه حصلت فعلا، انا كنت بشغل دوره صيانه طرق مع بعض زملاء من الدول العربيه، وكانوا كل شويه يروحوا ويجيبوا صور يحطوها على الجروب بتاعت الواتس، نبدا نبص فيها احنا شغالين ونقول والله العيب ده، لما احنا كده المفروض احنا طبيعي ان احنا ننزل نعمل تريننج على الارض، العيوب دي لعب كذا بدنستي كذا بسيفيريتي كذا. طبعا نتيجه للتباعد اللي بيننا ومع بعض مش هيحصل، مش هنعرف نعملها. فكان يعملوا ايه بقى؟ يبقى ينزلوا هم يقيسوا. يبقى انت محتاج المجتمع فعلا يساعدك انه يديك الالارمات، الارم هنا 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 هنا، عشان انت تنزل كمتخصص تفحص بالطريقه العلميه السليمه بقى، وبناء عليها تطلع ميزانيه سليمه ما قبل الدراسات، اما قبل التقدير. ممتاز معاك يا باشمهندس، وانا حي هذه الفكره. يا ريت يا ريت. ودي يا باشمهندس برنامج توعوي طبعا، محتاجين ان احنا يبقى في الميديا شغاله فيه، الفيسبوك شغال فيه، التلفزيونات، الراديو. طبعا انت عندك كل اليوزرز قاعدين، وفي اف ام، الاف ام ده لازم يتعمل فيه اعلان على الموضوع ده يا باشمهندسين، لازم. انت لو في اعلان اف ام موجود واليوزر ماشي على الطريق وقع في حفره، هينزل يصورها لك ويبعتها لك وانت واقف، وهتبقى انت مديله واتساب او مديله فيسبوك يصورك صوره يبعت عليه، كم داتا قوي ان شاء الله باذن الله. بس لازم انا متخصص ابني قاعده علميه سليمه تراكميه يا باشمهندس. ماشي، شكرا يا باشمهندس عبد الرحمن.
جزيل الشكر يا دكتور، بارك الله فيك. في أسئلة يا باشمهندسين؟ في أسئلة يا باشمهندسين؟ حد عنده سؤال؟ الباشمهندس هنا، في باشمهندس حصل بيقول لي انت حكيت ان الصيانه من 50 ل 70، كيف استطيع تقديرها او احصل عليها؟ يا باشمهندس انا قلت لك انا اتكلمت على المقدمه، لكن كل موضوع من المواضيع ديت محاضره يا باشمهندس، يعني ازاي اعمل تقييم، ازاي احسب الريتنج الاندكس بتاع الطريق، سواء كان بي سي اي او بي ار اي او كده. دي طريقه موجوده ان شاء الله باذن الله نقعد فيها مع بعض. انا يعني اتمنى ان احنا ممكن نعمل حتى محاضره مجانيه كمان في حاجات، بعض الحاجات الرئيسيه اللي هي مطلوبه يعني. في طريقه الفحص بنزل بتولز باستماره فحص معينه، بننزل نشوف العيب مع بعض، نتفق ان العيب ده اسمه كذا والسيفيرتي دي كذا والشده دي كذا، وبناء عليها في عندي تشارتس العيب دوت بالسيفيرتي دي بالشده دي بخصم نقطه، بخصم نقطتين ثلاثه اربعه، وبالتالي ان البي سي اي هنا كذا يا باشمهندس. ممتاز يا باشمهندس، محاضرة كاملة اسمها الـ Pavement Evaluation Distance. الله يكرمك يا باشمهندس محمد. في حد تاني كان سأل يا باشمهندس سؤال وأنا الحقيقة ما بصيتش على أسئلة. بعد إذن المهندس محمد أشرف لو تكرم يفتح المايك للمهندس قيس. مهندس قيس، الله يبارك فيك، لو سمحت تعمل رايز هاند عشان نشوف الايكون عشان اعمل لك انميوت. اعمل رايز هاند حضرتك قيس. نعم اوكي، تفضل تفضل استاذي، تفضل. الله يعطيكم العافيه. اول شيء عفوا بس اطيل عليكم الاول، في بخصوص موضوع البي سي اي او تحديد البي سي اي المناسب لصيانه الطريق او الاختيار المجر المناسب لصيانه الطريق. هلا هذا اتوقع بيختلف حسب الاستعمال، يعني في خلال التصميم اتوقع لازم يكون في ناخذ بعين الاعتبار المينتننس بنفس التصميم، يعني ممكن تصميم يكون مناسب انك تعمل المينتننس على بي سي اي معين، تصميم ثاني او يكون عليه مثلا لايت فيكلز اتوقع راح يكون عليه البي سي اي اقل شوي، او هيك المبدا اتوقع. وشغله ثانيه، سؤال ثاني، انه موضوع الكوست. اوكي، طب فيش دراسه تبين او تثبت انه خلينا نحكي ان فتره معينه يفضل انك تاخذ المينتنس بهاي الفتره، او شيء نقدر نرجع له انه نمشي عليه؟ لانه اوكي ماشي المبدا واضح، بس بدك شيء تفصيل هندسي مش تمشي عليه. وشكرا كثير دكتور على المحاضره ويعطيك العافيه. الله يكرمك يا باشمهندس قيس، الله يكرمك. انت كلامك علمي ومعتبر جدا يا باشمهندس، وان شاء الله باذن الله حضرتك، انا كنت معني ان انا اجمع يعني نوتس اباوت 11 محاضره مره واحده واقولها بالكلمتين او دول، فطبعا في تفصيل كتير قوي في كل حاجه. في تفصيل في الكوست افكتفنس، وازاي احدد فعاليه الصيانه، الماتيريالز والمقارنات اللي حضرتك بتتكلم عليها دي. طبعا طبعا السوبر بيف دلوقتي طلعت معتبره جدا جدا اثناء التصميم، نوع الصيانه اللي هتتم ايه هي. ده هو اصلا السوبر بيف نفسها كطريقه اتعملت عشان خاطر تقاوم العيوب الانشائيه، الراتنج، الاليجيتور كراكس، السيرما كراكس. يعني عندي كلام كتير قوي في التصميم. انا اسف ان انا يمكن اختصرت شويه، يعني ايه يعني ما اداش بعض المواضيع حقها، وخصوصا الناس اللي هي فاهمه زي حضرتك يعني ومتخصصه. لكن التفصيل بتاع المحاضرات بيجيب لحد كلها. الكوست ده، كوست فعاليه الصيانه، فعاليه التكلفه اسف موجوده ومعتبره، ارتباط الصيانه بنوع الطريق، بعمر الطريق، اسف، بعمر الطريق موجوده طبعا موجوده. ده السوبر بيف نفسها اتبنت على هذا الاساس، الشورت ران، اللونج ران. وانا حتى بعمل شويه اختبارات بتقيس التغير ده. كلامك معتبر يا باشمهندس، وباذن الله مع التفصيل بقى باذن الله. الباشمهندس كان فينا حد سال اي سؤال هنا جميل، مش عارف طبعا اسئله كتير يا باشمهندس انا مش عارف اجيبها.
الستون ماستيك اسفلت. هل تنصح باستخدام يا باشمهندس ستون ماستيك اسفلت هوت ساند ميكس هوت ساند بوليمر اسفلت؟ كل الحاجات دي كلها بتخش معايا في التقييم. انا عندي لكل نوع من انواع الصيانات دي كلها عمر، وعندي كوست. الكوست افكتفنس او فعاليه الصيانه او فعاليه التكلفه، بتعمل المقارنات دي وبتقول لي والله في الاخر النوع ده ده افضل من ده من ناحيه الكوست افكتفنس فقط، من ناحيه فعاليه التكلفه. كان ممكن يكون ده عمره ممكن يكون ب 7 جنيه وده ب 5 جنيه، بس ده عمره اغلى شويه، عمره اكبر من امن ده شويه. وبالتالي في حاجه اسمها كوست افكتفنس، بتديني افضل انواع الصيانه من ناحيه التكلفه ومن ناحيه العمر. دي موضوع كامل على بعض يا باشمهندس من ضمن الايه الموديولز بتاعت الصيانه. كان فيها بالتفصيل باذن الله عاملين مع بعض بعضها يعني باذن الله. الباشمهندس بيقول لي ايه هي نسبه التكلفه الى الانشاء. التكلفه للانشاء، تكلفه الانشاء والصيانه مش 50 حوالي 60 30 60 يعني، يعني اباوت 30 60 اسف 40 60 يعني. تكلفه الصيانه اثناء 20 سنه وما يحدث لها حوالي 40 60%، وتكلفه الانشاء بالتصميم بالكلام الاولاني الدراسات المبدئيه دي كلها حوالي 40%، يعني بتتكلم شويه بتبقى 65 65. فطبعا الصيانه بعمرها مكلفه عشان اوصل لحد عمر الطريق. ان شاء الله. حاضر تمام شكرا. حاضر بعد اذنك يا دكتور. نعم فندم اتفضل. وانا كحديث تخرج لسه متخرج السنه اللي فاتت، منين ابدا في موضوع الصيانه واكون ان انا جاهز ان ابدا اخش سوق العمل؟ انت حضرتك رمز خارج طرق مشروع ايه؟ مشروع طرق. طرق؟ اتخرجت خدت ايه التخصص في المشروع يعني سيفر سي دي ولا خدت حاجه غيرها؟ لا خدت، كان ما كنت واخد خريطه كنتوريه تصميم مجموعه شبكه طرق تربط بين سيفر سي دي يعني ديزاين ديزاين يعني. ديزاين. اخذت تنفيذ الطرق يا باشمهندس، تنفيذ الطرق يعني الخلطات والطبقات الار سي ام سي. خدت خدت استراكشر والجيومتريك وخدت كل حاجة والريجيد بيفمنت لا اخذت، انا اتكلم على ايه، على انت يعني ايه ازاي تنفذ طبقه السب جريد السب بيز، ازاي تشغل السب جريد اسف، ازاي تنفذ السب بيز البيز ايوه خدت كل الحاجات دي، خدت كل الحاجات دي، خدت كل الحاجات دي. يبقى كورس السنه دوت يا باشمهندس ممتاز، يغطي لك الموضوع كويس. يعني كورس السنه دي بدايته يا باشمهندس، وبعد كده بقى المحاضره الجايه تخليك تقف على رجلك بالسنه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا دكتور. الباشمهندس هنا في زميل هنا سال الباشمهندس بيقول لي في سيستم، في سيستم موجود معانا يا باشمهندس موجود معانا الديمو بتاعه اللي هو سيستم بيفر، اللي هو زي ما قلت لكم هو ب 10000 دولار، وهم كانوا يعني ربنا اراد ان احنا جبناه، واعتقد ان احنا انا والباشمهندس خالد يعني من انصار ان احنا ايه ان احنا اللي عايز ياخده. هو بيمانج، بس طبعا مش كونسين سيستم ليميتد جدا، وخاصه طبعا بظروف، طبعا ما فيش سيستم مفتوح، مش هديك سيستم مفتوح انت تقدر في مصر تدور على ظروف مصر، او حضرتك في اليمن تدور على ظروف اليمن. هو الدونجل بتاعه مش موجود، وهو سيستم مقفول على 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 كاليفورنيا هناك، وبالتالي بماتيريالز بتاعت كاليفورنيا ببريورتس بتاعت كاليفورنيا. لكن الى حد ما ممكن احسب لك الكونديشنز عامله ازاي، يعمل لك تكويد، يعمل لك شويه حاجات كده ايه ممكن تستخدمها، يعني يعمل لك مودلز مبدئيا تستخدمها لحد ما تعمل انت موديل لنفسك في بلدك، يعني ممكن يساعدك في الاول. لكن انت كان اقتراح احنا هنعمله تبني سيستم عندك، الهيئه المسؤوله عن الطرق عندك تتبنى الموضوع دوت، وتنزل مشروع لتطوير سيستم لاداره صيانه الشبكه، ودي اللي عند السعوديه، سيستم لاداره صيانه الشبكه للطرق عندها، وبالتالي تطور سيستم خاص بيك انت، انت معاك الدونجل بتاعه، انت نفسك اللي بتفتح السيستم من جوه وبتعور فيه، انت كل شويه بتطور بتغير الكوست بتغير الماتيريال، وبالتالي السيستم معاك ايه؟ ابديت. يبقى ممتاز معاك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم دكتور. شكرا للورك شوب الممتازة.
عندي ريكوست ممكن للوركشوب القادمة. كان عندك معلومات يعني عن البيفمنت تريتمنت عندي والريسايكلينج في الدول العربية، لو ممكن يعني الموضوعين مهمتين بالنسبة لي، يعني لو حاضر ممكن حاضر وركشوب مستقبلية عن البيفمنت تريتمنت اند ريسايكلينج في الدول العربية. ثلاثة حاضر شكرا. في سؤال مهندسين تاني؟ في زميل بيسأل هل إجراء المساحات السكيلد ريزيستنس ضرورية أو يمكن الاستغناء عنها؟ يا فندم أنا قلت لك السيستم كل مكان كل القرايات يعني إيه؟ السكيلدنج أخطر حاجة في تنظيم الطرق، يعني بيحصل فيها حوادث وفي عيوب خاصة بالسكيلدنج، يعني في أربع خمس عيوب بيأثروا على الفريكشن ما بين التايرز والبيفمنت سيرفيس. فمهم جدا جدا اعمل سكيدج قفز، ما عنديش معده اعمل خلاص هعمل ايه يعني، اتمنى ان اشتري المعده، لكن لو هي موجوده هيبقى القرار ادق، مش موجوده هيبقى في قرار صيانه برضو، وانا هعرفها بصر بحث بصري، يعني المعده بتقيس حاجه وانا بشيك عليها بصري، فانا ما بحث بصري ما عنديش معده مش مشكله هقيسها برضو، بس طبعا الافضل انا هبحث بصري عينات، فطبعا يعني ايه بتبقى مرهقه جدا جدا، غير لما كنت معده بتفحص الطريق كله، المعده ماشيه على الطريق من A to Z من كيلو زيرو لكيلو 100 اللي حسب طول الطريق، وبالتالي عندي معده مهمه، يعني مهم ان انا اقدر اجيب المعدات دي بالترتيب، معده الاي ار اي ثم معده الاي اف اي للسكيدنج ثم معده الاف دبليو دي الاستراكشر، وانا ماشي ابدا اشتغل بيه. ممتاز يا فندم، ممتاز يكون عندي معدة السكيلنج يا فندم، ممتاز يكون عندي 3 معدات، ممتاز يكون عندي 3، تمام؟ اتفضل. برضه زميل بيسأل ان شاء الله بتنزل المحاضرة، المحاضرة تنزل ان شاء الله، هنزل المحاضرة دلوقتي والباشمهندس خالد ينزل ال 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 الفيديو الفيديو بتاعها ان شاء الله باذن الله. هل تنصح بس دكتور ماستر؟ ممتاز يا شباب، ما شاء الله كل اسئله جميله يا شمزينات، يعني انا مش هقدر اجاوب على كل اسئله. لو في حضرتك ايه، لو في بقى لو في سؤال تاني بقى ماشي، اسئله كتير انا مش عارف اقدر افكرها كلها. الباشمهندس علي اكرم من زازير ده، يعني من الزملاء من طلابنا الافاضل يعني. أنا دكتور، الدكتور أسامة حنيش دخل معانا دلوقتي حالا. والله دكتور أسامة أستاذنا، دكتور أسامة يعني علمنا منه من الثقافة العالية يعني والروح الشبابية، يعني استعدنا بيه والله، يعني آسف إن أنا أشرح دكتور أسامة موجود يعني. باشمهندس أرجع تاني، باشمهندس علي برضه، باشمهندس علي من طلابنا الخريجين الزقازيق، وكان كان مشروع طلع معايا أنا بالتالي أفتكر كده. المشروع علي كان المنظر علي كان مشروع طلع معايا، فيعني انتوا رجعتونا شباب ورا يا باشمهندسين حوالي 10 سنين ورا. شكرا لكم على يعني المحاضره دي، والباشمهندس خالد والباشمهندس عبد الرحمن والمهندس محمد اشرف، يعني محمد اشرف ده على اسم مش عارف يعني هو اللي هو من الزقازيق مش الشرقيه عندنا، ولا مهندس محمد اشرف ده غير محمد اشرف بتاع الزقازيق. شكرا لكم على المحاضره دي يا باشمهندسين، واسال الله سبحانه ان انتوا تسامحونا على اي تقصير، انا حاولت اجمع حاجات كتير في وقت واحد وغلط قصير، فده يمكن يكون اختصار ممل يعني اختصار هضم الحق شويه، لكن باذن الله مع التفصيل ومع كل شويه كده نعمل ورك شوب زي ما الزميل اقترح، وتبقى برضو فري، يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا الكلام في ميزان حسناتي يوم القيامه، يوم يعني لا ينفع لا مال ولا بنون ولا مناصب ولا اي حاجه غير ان هو ايه حسنه تحط في الميزان. اسال الله سبحانه وتعالى ان تكون هي دي وديعه، يعلم الله سبحانه وتعالى الصدق في يدي فيها. جزاكم خير على المحاضره دي يا باشمهندسين، واتمنى ان يتكرر ان شاء الله في مصر.
دكتور بعد إذن حضرتك لو تسمح لي، الله يبارك فيك. احنا طبعا انا نشكر بيم اريبيا والقائمين عليها على تنظيم هذه المبادرة للتدفق المعرفي لإضافة قيمة علمية كبيرة جدا جدا للمحتوى العربي اللي كان يعاني من نقص شديد في مثل هذه المواضيع. فالحمد لله، يعني جزاكم الله كل الخير، وهذا يعني شرف كبير لنا ان نكون احنا، يعني كان لنا الشرف ان احنا نساهم ولو بشيء بسيط في هذه الحملة يعني. لا والله جميل، يعني ما شاء الله، يعني اول مره دي محاضره يعني احس ان انا انها او مع انها ما قلتش حاجه يعني، لكن المجموعه مع التفاعل مع، انا ظنيت ان ما حدش مهتم قوي بالصيانه، لكن لقيت فيه ما شاء الله قوه الا بالله، يعني وصلنا اكثر من 130 واحد، وان كان عدد بيقل بعد كده، بس اكثر من 130 واحد مهتم بالصيانه بدون عربيه، دي معناها ان احنا ممكن ننقل نقله جامده اول الشبكه الطرق. اعتقد الشباب النهارده بكره هيبقوا مديرين، هيبقوا هم مهتمين بعد كده بالموضوع. هي ثقافه، الباشمهندس عبد الرحمن بدا بيها، قال دي ثقافه. الدكتور عصام شرف وده استاذنا كلنا، كان رئيس وزراء بتاع مصر، وهو كان استاذنا في تخصص علم الصيانه، هو كان يقول كده دي ثقافه، اللي بيروح يغسل سنانه كل يوم دي ثقافه، اللي بيعمل يعني ايه كشف دوري على جسمه دي ثقافه، اللي بيعمل تحليل دم دوري دي ثقافه. فصيانه الطرق ثقافه يا باشمهندسين، احنا بنحاول نبنيها في المحاضره دي واكثر من محاضره ان شاء الله، بحيث حضراتكم لما الشباب دول يوصلوا للادارات يبقى هم ثقافه تبنوها، نقدر نعمل اوبتمايزيشن لاي بادجت، نقدر نبقى ايه نلتزم بطرق علميه شويه، العالم سبقنا فيها كتير واحنا يعني لسنا اقل منهم، بل احنا بفضل اسمه تعالى، ولا يعني نزكي شبابنا على اي حد. فعلا الشباب العربي في اي دوله من الدول بيروحوها في الدول الاوروبيه يبقى رقم واحد، ليه؟ احنا شباب ملتزم بطبيعتنا، شباب شرقي، بس بالله منظومه معقوله، فلو احنا لقينا المنظومه دي عندنا، وان شاء الله باذن الله هننطلق انطلاقه كويسه باذن الله، من هنا لحدها بنبني قناعات، من هنا لحدها بنتعرف على بعض، من هنا لحدها بنساعد بعض، لحد ما ان شاء الله باذن الله عاملين نلتقي في مؤتمرات علميه، نناقش شبكه الطرق عندنا في بلادنا، ونحسن ادائها ونطورها. واعتقد ان احنا عاملين قريب نلاقي عندنا معدات خاصه بينا احنا بنعملها، احتياجاتنا احنا الشخصيه بغض النظر عن العالم ولا في ايه، اعتقد دي هتيجي باذن الله عاملين لو بدانا اول خطوه، ويعني مشوار 1000 جنيه بيطلع بالخطوه زي ما انت عارف. جزاكم الله خيرا، وشكرا على الازعاج، يعني ازعجتكم ويعني عملتكم ازعاج النهارده. لا بالعكس 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 تماما، هذه يقولوا باللغه الانجليزيه يقولوا اتس ميوزك، هذه بالنسبه لنا احنا هذا كان نسمعه في الطرب يعني. فبارك الله فيك. فدكتور بس بعد حضرتك اذا كان تسمح لي، هو كان عندنا السنة هذه في جامعة النجم الساطع في ليبيا كان عندنا مؤتمر اسمه مؤتمر حالة الخريطة، وكان في عروض مثل اللي عرضت أنت حضرتك الآن، اللي هو استعمالات الجيوغرافيك انفورميشن سيستم الجي اي اس في عملية الريبريزنتيشن، فيجوال ريبريزنتيشن، عشان نعمل قواعد بيانات شاملة وكاملة وفيها كل الحصر وكل كذا، وتنعرض بطريقة سهلة وانترياكتيف وشيرد، يعني بسيطة وخفيفة، وتتحط على الكلاود ويقدر أي واحد يشوف ايه هي حالة الخريطة في اي لحظة يعني، وهذا في الريل تايم، ويعتمد عليه المشاركة المجتمعية زي ما انا ذكرت بدري. بعد اذن حضرتك اذا كان تسمح لي بعد اذنك تعطيني بس الاذن انا اعمل مشاركة فقط لموقع عشان حتى نشجع باقي الاخوة في جميع الدول العربية انهم هم تكون روح المواطنة الفاعلة في حصر المبدئي، او بعد زي ما قلت حضرتك قبل، حتى لو ما كانش في مشروع صيانة موجود، لكن على الأقل تكون فيه قواعد بيانات مبدئية لحصر بعض العيوب وبعض التهالكات أو الأضرار اللي في الطرق. إذا كان بعد تسمح لي نعمل مشاركة بس لسلايد واحدة هي فقط. انت حضرتك انت انا يعني في الحاجات التقنيه دي او دي مش الله يبارك فيك. فانا لو تعمل ستوب شيرنج من عندك دكتور عشان نعمل انا شير من عندي. كده عملت ستوب شير. تمام. انا مش عارف طلعت عندكم الان الصوره ولا يا دكتور؟ طلعت. طبعا هذا مشروع اسمه الستريت ليفل ايمجري، او يعني مستوى التصوير الارضي في الطرقات. هو يجمع ما بين الجي اي اس، يعني يجمع ما بين الخريطه الطبوغرافيه والميتا داتا لكل صوره، والصوره الفوتوغرافيه بالتصوير بالعين المجرده قريب جدا، الكلوز رينج ايمجري. وهذا فقط اي انسان هو رايح يعني في مشوار يقدر يحمل تطبيق مجاني
ويحط الكاميرا بتاع التطبيق وهو رايح يرايح على في مشواره بالمره، هو يعمل مسوحات للطرقات. ف ايه فهذا اسمه كان اسمه اوبن ستريت كام، كاميرا الشارع المفتوحه. الان تغير اسمها الى كارتا فيو، ويقدر اي واحد يحملها وتعطي هذه، تساعد الدوله وتساعد الشركات وتساعد الناس كلهم، كون انها هي مصدر مفتوح ومجاني للبيانات المبدئيه. قلنا يعني هي مش دقيقه، هذه ليست دقيقه، لا يمكن تاخذ عليها قرار فني وهندسي، لكن على الاقل تاخذ فكره عامه. اعتقد ان الان ممكن اذا كان تشوفه يعني ممكن الى حد ما على الاقل تصنيف مبدئي لنوع التهلكات مبدئيا يعني بصر يعني. فهو شغل يعني منظم واوتوماتيكلي يعمل ابلود للفوتوز مباشره ويربطها بالخريطه. وهذا مثلا لو مثلا عندنا مشكله سنتراليزيشن وعمليه مركزيه في دراسه مشاريع او غيرها، تحتاج انك تبعت فريق. ما هو مثلا ليبيا دوله كبيره في المساحه، فعشان مثلا يطلع فريق من اداره الطرق والجسور او مصلحه الطرق والجسور يروح لمدينه الكفره مثلا في اقصى الجنوب الشرقي حوالي 2000 كيلومتر، فهذا حتكون العمليه مرهقه ومكلفه يعني. ولكن يقدر اي مواطن فاعل في الكفره يحمل المسارات بتاع الطرق بالكامل اللي موجوده في مدينه الكفره، واللجان الفنيه في طرابلس تطلع عليها وتتخذ قرار مبدئي على الاقل. فهذا تو الان اللي تشوفوا فيه انتم، هذا في اقصى الصحراء الليبيه يعني في الجنوب الليبي. فهذه الفكره اللي انا حبيت بس نشاركها معاكم، ونشجع جميع الاخوه ان هو والان اصبح حتى في مصر انطلقت فرق في مصر تشتغل، وفي المغرب، في تونس، في الجزائر، بدو يعني يشتغلوا بنفس الطريقه هذه. فانا اتمنى انه من خلال حضرتك بعد اذنك يعني، اذا كان نوجه دعوه للجميع انه هو يكونوا مواطنين فاعلين، ويساعدوا الجهات الفنيه والجهات الرسميه في الدوله انه يوفروا على الاقل الكم المبدئي او الكميه المبدئيه من البيانات اللي ممكن يعملوا بها جلوبال فيجن للحاله يعني. دعوه مهمه معتبره ومطلوبه يا فندم. وزي ما لاحظتوا الان يعني الان احنا قطعنا مشوار كويس الان في ليبيا مقارنه بالدول الاوروبيه الثانيه او بالدول الجوار، والان الحمد لله بفضل مجهود فريق اوبن ستريت ماب ايجيبت وبيم اريبيا المهندس عمر سليم والفريق اللي معاه، الان بداوا في مصر يعني. فنتمنى لهم كل التوفيق، وندعو جميع الاخوه في مصر انهم هم يتواصلوا مع الساده المهندس محمد شريف والمهندس عمر سليم والاخوه، عشان يعرفوا منهم كيفيه تطبيق استعمال التطبيق، وعشان يبدوا في عمليه توفير الداتا بيز المبدئيه. بارك الله فيك يا دكتور، انا اسف جدا على المقاطعه. تفضلوا يا شباب لو في حاجه او يعني زي ما تحبوا. الموضوع مع الفنس خالد بقى هو اللي ماسك اليوم. جزاكم الله خيرا يا دكتور. طبعا يا فنس خالد. الله يكرمك، جزاكم الله خيرا. معلومات قيمه جدا والناس ما شاء الله على الجروبات على الواتساب ومعانا دلوقتي على الشات ما شاء الله مبسوطه جدا. زي ما عودتنا حضرتك باستمرار يعني. الله يكرمك يا فنس خالد، الله يكرمك. ده انتوا اللي انتوا اللي عندنا فرصة دي ان احنا نقول كلمتين يعني. الله يكرمك، تلامذتك يا دكتور اشرف، احنا تلامذتك والله. الله يكرمك، الله يكرمك، ربنا يعزك يا رب. في اسئله يا شباب؟ جزاكم الله خيرا. اللينك بتاع تسجيل الحضور انا ارسلته اكتر مره على الشات، هرسله لكم المره الاخيره عشان الشهادات. الشهادات دي مقدمه ان شاء الله من الاخوه بيم ريبيا، المهندس عمر سليم جزاه الله خيرا، الراجل الداعم الاكبر يعني في المحاضره دي. ربنا يجعل عمله في ميزان حسناته يا رب. اللهم امين يا رب. حالا هنزل اللينك المره الاخيره للناس عشان اللي حضر ان شاء الله يكون له شهاده معانا باذن الله. جزاكم الله خيرا. حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك. شكرا للاخوه المنظمين. شكرا شكرا.
باشمهندس محمد أشرف. السلام عليكم معاك. باشمهندس، وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك وبركاته. يا أخي؟ الحمد لله. وانت آه والله أنا مش عارف كيف نشكرك، أنت أنقذت الموقف، لأن أنا أبدا ما نعرفش منين نوقف النوتيشن، فبالله عليك زيد عيد علمني كيف نوقف النوتيشن. صارت لي معاه مشاكل كثير من قبل وما عرفتش كيف نتحكم فيها. تحت أمرك باشمهندس عبد الرحمن، هذا واجب علينا يعني. الله يبارك فيك، ربي يكرمك ان شاء الله. قول لي كيف. ها هو في البارتيسيبانت، لما حضرتك بتدوس على البارتيسيبانتس، تمام، لحظة بس، بارتيسيبنت، اوكي، بيجي في أيقونة كده مكتوب عليها ميوت اول. ميوت اول، ميوت اول، في البارتيسيبنت، مو في مور، في ميوت، ميوت ميوت اول، اون، نعم تمام. حضرتك بتدوس عليها، تمام، هيظهر تمام. لك اختيار. لازم تشيل allow participants to unmute themselves، تمام. اوكي، هنشيل السماحية بتاعة ان الناس تعمل unmute لنفسها يعني، تمام. لا انا نسأل عن النقطة الثانية، نقطة الناس اللي عم بتشخبط على السكرين. لما حضرتك بتشير سكرين، يعني حضرتك ممكن تعمل شير سكرين بعدها لأي سلايد أو لأي، تمام، تمام. فوق على اليمين بيكون في 3 نقاط كده، مور، فوق على اليمين، تمام. في disable participant annotation، disable participant annotation. الله يكرمك، الله يكرمك، أول مرة نشوفها. ده بيمنع أي حد إن هو يعمل. تمام، والله مزعجة كتير، وأكثر من مرة صرنا في موقف محرج ما لقيتش حتى الوقت إني نشوفها حتى في اليوتيوب أو في غيرها يعني، فبارك الله فيك يعني. أنا في الخدمة في أي وقت تحت الله أمرك. يجازيك خير، الله يبارك فيك. أنا في الخدمة عبد الرحمن. جزاك الله خير. بارك الله فيك. معاك. نقفل السيشن ولا مازال باشمهندس؟ هو بس الناس الناس بتملى الفورم. أتمنى لو الناس كلها ملت الفورم وتضغط رقم 1، بحيث إن إحنا نغلق يعني، ممكن كمان دقيقة أو دقيقتين نغلق اوكي عشان براحتك، اوكي بارك الله فيك. ونشكرهم جميعا الاخوه الحضور اليوم، كانوا ما شاء الله عليهم يعني حضور عدد مميز، يعني وصلنا لحوالي 140 يعني صحيح. ما شاء الله، في وقت من الاوقات وصلنا 140. حضرة مميزة ما شاء الله، بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا باشمهندس عبد الرحمن. العفو العفو، وجدنا هذا شرف كبير لنا احنا، بارك الله فيك. ربنا يبارك في حضرتك. ان شاء الله دائما نتعاون مع بعض ان شاء الله. أكيد أكيد، ده شرف لينا. دقائق قليلة وهنغلق القاعة إن شاء الله. إن شاء الله وأنت طيب، الله يبارك فيك، سلام عليكم. الله يكرمك، صحيتك. إذن نستودعكم الله جميعا ودمتم في رعاية الله والحفظ بإذن الله. المهندس محمد أشرف حيعلن في الأيام الجاية إن شاء الله على موعد المحاضرة الجزء الثاني تقريبا، أمتى حيكون باشمهندس؟ والله لسه هننسق ان شاء الله، وهنعلن للناس كلها على الكالندر وعلى الفيسبوك. انا إن جاهز شاء الله. ان شاء الله، والجروبات الواتساب والتليجرام ان شاء الله. ممتاز. ان شاء الله تعالى. أنا بعد إذن حضرتك مهندس محمد، أنا حنعمل حيكون في حنعمل داونلود للفيديو، وحنبعث لك الرابط على جوجل درايف إن شاء الله. تمام سيد، تمام. الله يبارك فيك، جزاكم الله خيرا. العفو إن انا شاء الله. عملت ريكوردينج لاحتياطي برضه عشان ممتاز ممتاز، أنا بس عايز أشيل البداية هذيك اللي كانت فيها الشخبطة وفيها المشاكل يعني. تمام. انا سجلت من بعدها يعني، انا سجلت كمان. كويس ممتاز، حتى انا البث اللايف بدأته من بعدها يعني. اوكي تمام. صحيح صح، انا خدت ايه. بالي. ايه جزاكم تمام، الله خيرا سيد. الله يبارك فيك، هو ربنا حضرتك يكرمك. ممكن تقفل اللايف على الفيسبوك. الله يبارك فيك، خلاص انا حنعمل ستوب شيرنج و لايف